مش قادر اللبناني يعلي صوته لأنه مش عارف عن شو بده يحكي أو على شو بده يعترض وعلى مين ومن مين. بلد من دون مستشفى وعلاج وأدوية وأطباء، بلد مقطوعة من الكهرباء والخبز والبنزين والمازوت والغاز، بلد ساكتين فيه حكامه عن الفقر والذل ويأس الناس، بلد بينحبس فيه بياع الموز والعسكري الهربان من الجوع والبي اللي ما عم يقدر يعلم ولاده، بلد ساكت صوت ناسه مبحوح. بس بعد كم شهر في ورقة فيها صوت واحد، صوت لازم يكون عالي، رح يوعي النايمين على الكراسي والكذابين بقصورهم والفاسدين والسرائين والمجرمين. بعد كم شهر في ورقة رح يكون فيها صوت واحد، وإن شاء الله يصير فيها صوتنا واحد. صباح الخير، رح أبدأ مع برج اليوم. الخير، واليوم 12 يناير 2022 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تتخذ موقف دفاعي تحمي من خلاله حقوقك المالية، إلى جانب اهتمامك بتوسيع نشاط أعمالك خطوة خطوة، ومن المحتمل هذا الشيء يساعدك على استكمال التحضيرات المطلوبة منك. عاطفيا تبدو رافض مبدأ تغيير النمط العاطفي اللي عودك عليه الشريك، وبذات الوقت عم تتحضر لرسم صورة جديدة تساعدك على تقوية حظوظك بالاستقرار معه. مولود برج الثور، لا تبدو كلفة الوصول لامتيازات مهنية جديدة متوفرة عندك بالوقت الحالي، ولكنك متأمل بالتغيير يلي رح يخدم مصالحك المالية قبل أي شيء تاني. عاطفيا رح تتوصل لحل مناسب يساعدك على كسر حالة الإحباط العاطفي اللي عم بتعيشه مع الشريك، إلى جانب تركيزك على عملية تحديد ملامح وجودك الفعلي بحياته. مولود الجوزاء، حياتك المهنية وصلت لمرحلة التغيير، مهما حاولت ترقع بالأمر أو تأخر من حتمية النتيجة، ويبدو أنك أصبحت مقتنع تماما بعملية البحث عن عمل جديد بشروط مالية أفضل. عاطفيا بداخلك رغبة كبيرة للاستقرار الحقيقي في الحب، ومن المحتمل هيدي الرغبة تساعدك على التفاعل مع أي فرصة مناسبة لك، وخصوصا عند المنفصلين عاطفيا. مولود برج السرطان، رح تنجح بالتعرف على فرصة مهنية جديدة تساعدك على تخطي أجواء القلق يلي مسيطر على يوميات وضعك الحالي، بالإضافة لحلول مالية بانتظارك. عاطفيا عم بتركز على التقليل من مصادر الخلافات العاطفية يلي عم بتعيشها مع الشريك بشكل يومي، وخصوصا أنه علاقتكم سوا أصبحت تحت سيطرة الأحداث المرتبطة بالطرفين. مولود برج الأسد، عم تجتهد على التخفيف من مخاطر التأثيرات المالية يلي أصبحت عم بتزيد بشكل كتير كبير، بالإضافة لانشغالك الجدي بكيفية البدء بعمل إضافي يحقق لك مردود مالي جديد. عاطفيا عم بتفاجئك ردود أفعال الشريك اللي أصبحت عم بتقلل من أهمية وجودك بحياته، ومع ذلك تبدو جاهز لتصحيح المواقف الخلافية الموجودة بيناتكم. مولود العذراء، عم بتخطط لمرحلة مهنية جديدة تساعدك على حماية وجودك الفعلي مع محيط عملك بشكل أقوى، على الرغم من الاختلاف بوجهات النظر ما بينك وبين أحد الزملاء على بعض التفاصيل الصغيرة. عاطفيا عم بتفكر بإنهاء خلافك العاطفي مع الشريك والتركيز على جدية استقرارك العاطفي معه على مبدأ حسم الأمور لصالح الطرفين. مولود برج الميزان، الفلك عم يتحدث عن تحول مهني جديد رح يساعدك على إنجاز خطوات مطلبية كنت عم تترقبها من فترة طويلة، بالإضافة لاهتمامك الدقيق ببعض البدائل السرية المرتبطة بوضعك المهني. عاطفيا عم تشعر بأنك غير محمي عاطفيا، وعم تدفع ثمن تساهلك مع الشريك من صحتك ومالك تحديدا، ومع ذلك تبدو جاهز لإعطائه فرصة جديدة لتبرير أسباب مواقفه تجاهك. مولود العقرب، التمديد لمفعول الوعودات يلي متأمل فيها
من المحتمل تشتت أفكارك عن استكمال التواصل مع أي فرصة عمل ممكن تكون حظوظك فيها أقوى من الاستمرار بهيدا الحال. ونصيحتنا لك تفكر صح. عاطفيا ما رح ترضى بتعريض علاقتك مع الشريك للمزيد من التشنج مهما كانت حجم الفوارق الفكرية بينك وبينه بعملية التقارب بالمشاعر وتقدير المواقف يلي بتجمعكم سوا، بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك. مولود برج القوس تبدو موعود بنشاط عمل جديد ولكن مع وقف التنفيذ، واحتمالات بقاء الوضع على حاله واردة طالما فرصك المالية فيها ما رح تعطيك أي إضافات جديدة. عاطفيا تبدو حذر جدا بقراراتك العاطفية، ومع ذلك تبدو الأجواء مناسبة لإعادة العلاقة ما بينك وبين الشريك إلى طبيعتها السابقة مع إضافة علامات الاستفهام على مشاعره تجاهك. مولود برج الجدي تبدو مهتم بزيادة مكاسبك المالية، وتفكيرك أصبح عم يشتغل على كيفية عبور مرحلة الانتظار الواقفة بطريقة تحقيق النتائج المطلوبة، بالإضافة لمشروع سفر بانتظارك. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن مصالحة عاطفية ممكن تحصل بين المتخاصمين في الحب، بالإضافة لأزمة ثقة ممكن تخوف المرتبطين، واحتمالية التشكيك بمشاعر الشريك تجاهك تبدو واضحة. مولود برج الدلو قد يكون لبعض الصدف دور مهم بتحريك وضعك المهني بشكل أسرع، ومن المحتمل الأيام الجاية تساعدك على التحرر من بعض القيود المالية يلي أصبحت عم بتسبب لك إحراجات غير مقبولة. عاطفيا تسجيل بعض المواقف الحياتية ضد تصريحات الشريك ممكن تاخد أبعاد غير محببة عندك، حتى لو كان المقصود منها بعيد تماما عن كل يلي عم بدور براسك. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت. عزيز الحوت عم تتحسن أوضاعك المهنية بشكل واضح، وتبدو متفائل بتعديل بعض الشروط المالية يلي تعتبر محور أساسي لاستمرار قنوات التفاعل بينك وبين محيط عملك الحالي. عاطفيا رح تنطلق بمبادرة تحقق من خلالها تموضع عاطفي جديد بقلب الشريك، وتبدو مشغول بتركيب الحجة المناسبة للبدء بتنفيذ الخطوات الأولى لهيدي المبادرة. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. بضلكم بألف خير. باي باي. شكرا جمانة. منتابع مع حركة المرور. المعاون أول لقمان ناصر الدين معي مباشرة عبر الهاتف. صباح الخير. صباح النور لك. يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضل. بداية كل الطرقات عم تكون سالكة، أوتوستراد صيدا صور بيروت سالك بالاتجاهين من دون أي عوائق، والحركة الصباحية الاعتيادية عم تكون للسير ناشطة على خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الأوزاعي وشويفات. أيضا بالشمال كل الطرقات سالكة، وعنا حركة ناشطة عم تكون بجونية باتجاه نهر الكلب، وعم تكمل ناشطة حتى أنطلياس وكثيفة من أنطلياس باتجاه الزلقة، وعم تكمل أيضا ناشطة على الكارنتينة باتجاه الوسط التجاري. بقاع عن كل الطرقات أيضا سالكة، وحتى وعم تكون الحركة طبيعية على ظهر البيدر باتجاه علي، وناشطة من علي باتجاه الصياد، وطبيعية على أوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الكارنتينا. داخل العاصمة الحركة الصباحية العادية من دون أي عوائق للسير. هيدا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 13 حادث نتج عنه للأسف قتيلين و14 جريح، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة الزائدة الرادار بلغت 467 مخالفة سرعة زائدة. هلا عنا الطرقات اللي بعدها مقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي عينات الأرز وعيون السمان والعقورة حدث بعلبك والهرمل سير الضني، وأكيد عبر شاشتكم نتمنى على السائقين الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم تجاوزها ووضع حزام الأمان وعدم التلهي بالهاتف المسبب الرئيسي للحوادث. ونحن على تواصل دائم مع المواطنين على الخط الساخن 1720 لإطلاعهم على حركة السير وحالة الطرقات. هيدا كل شيء حتى الساعة. شكرا يعطيكم ألف عافية. منتابع صباح اليوم مع دكتورة جوسلين سيسين موجودة معي عبر تطبيق زوم. رح نحكي طبعا عن موضوع الساعة، موضوع اللقاح، موضوع كورونا، المتحورات، كل التفاصيل حول هالموضوع. صباح الخير دكتورة سيسين، يعطيك العافية. صباح الخير ماجي. دكتورة سيسين، أسبوع بعد أسبوع عم نحكي عن اللقاحات، عن ازدياد الإصابات، خاصة أنه كان في ماراثون يعني تحضر من فترة وهلأ في ماراثون جديد،
هذا الشيء يمكن اكيد عم بيساعد بانه نوصل الى المناعه اللي نحن بدنا اياها، صحيح؟ صحيح، اكيد الماراثونات بتساعد لانه بتعطي فرصه للناس اللي حابين يعملوا اللقاح انه ياخذوا اللقاح باسرع وقت ممكن. ولكن يا ماجي بعد في عنا ناس كتير معترضه على قصه اللقاح وبعد عندها مخاوف وبعد عندها هواجس، بتمنى هيك اليوم نقدر نجاوبهم على هالهواجس اللي عندهم ونقدر نقنعهم انه يروحوا ياخذوا اللقاح. فعلا يعني اوقات كتير نسمع بعض الناس هيك من دون أي نظرية علمية، من دون استناد إلى أي يعني سبب وجيه، أخبار شائعات بيقروها. يعني هون كمان بدي أقول أنه أوقات وسائل الإعلام على اختلافها بتلعب دور سلبي بهالموضوع، إن كنا عم نحكي عن الإنترنت أو السوشيال ميديا أو يعني وسائل الإعلام العادية اللي ما بتتأكد من الأخبار المضبوطة، وهذا الشيء بيخلق قلق عند بعض الناس. من هون يعني اليوم هدفنا أنه نضوي على هالموضوع دكتورة ساسين، برأيك أول شيء شو الأسباب يلي عم بتخوف الناس؟ هلأ طبعا كل شيء جديد الناس بيبقى عندهم يعني إذا بدك هيك شوية هواجس تجاهه، طبيعي كل شيء جديد خصوصا بما يتعلق بصحة الإنسان. بما أنه الفاكسين هو لقاح جديد بالكوفيد 19 وبما أنه كانت إذا بدك الناس بتعتقد أنه طلع بسرعة وحرق المراحل، إن هذا اعتقاد الناس. أنا اليوم بدي أوضح أنه هو ما انحرقت المراحل، ولكن نحن صرنا بعصر فيه كل تقدم بكل المجالات وخصوصا بالطب، واللقاح اللي بالزمان كان يعذبنا وبده وقت كتير يطلع هلأ صار فيه قدرات أكيد أكبر بكتير بتخلي هاللقاح يعني يكون بمتناول إيدينا بوقت أكيد أسرع ولكن بطريقة آمنة أكثر. أنا بدي أقول للناس اللي إذا بدك هني خايفين من أنه فكرة اللقاح هي إجبارية، بيعتقدوا أنه هذا الشيء له هدف معين يؤذي صحة الإنسان. أول شيء بدي أقول أنه ما في حدا بالعالم هدفه أنه يبيد البشرية، ما في حدا، يعني مين هو اللي هدفه أنه يقضي على البشرية ويبطل في ناس على الكرة الأرضية؟ يعني إذا بدك هي الفكرة أساساً فيكشن منا موجودة، يعني لازم نشيلها من رأسنا. تاني شغلة، الفاكسين أبداً ما هدفه إبادة البشرية، الفاكسين هدفه الحماية، وكل عمرة قاعدة اللقاح أنه تحمي البشرية من الأمراض اللي بتؤدي إلى إعاقات وبتؤدي إلى خطر الموت. نحن ولادنا بيطعموا، نحن بناخذهم عن طبيب الأطفال حتى يطعموا من هن وصغار. بدي أسألهم للأهالي اللي خايفين من اللقاح وخايفين من فكرة أنه اللقاح إجباري، ليش بياخذوا أولادهم تياخذوا اللقاح عند طبيب الأطفال؟ هني بيعرفوا أنه ما بيفوتوا على المدارس بلا ما يكون عندهم الكارنيه فاكسيناسيون، بلا ما يكونوا أخذين اللقاحات. نعم، سؤال وجيه دكتورة ساسين، خاصة هون بدي عقب على هالنقطة، أنه هيدا الخلاف يعني على موضوع اللقاحات مزمن قديم جديد. يعني أول ما طلعت اللقاحات كان في أطباء أطفال يقولوا لا بلا اللقاح، لا بلا يعني مع اللقاح، وصلنا إلى حقيقة يعني بتقول أنه اللقاح هو وحده بيحمي من الإعاقات يلي ذكرتيها 100%. It's a matter of public health ماجي، يعني هيدي صحة عامة. أنا ما بحق لي عرض الكوميونيتي اللي عايش فيها للخطر لأنه ما بدي أطعم. يعني نحن إذا بدنا نحكي شلل الأطفال، كيف قدرنا خلصنا من شلل الأطفال؟ لأنه طعمنا أولادنا وصل المحل أنه كمان في بلدان كتير خلت يكون هالطعم إجباري. نعم. لحتى ما يصير في عنا بعد بالمجتمع ناس مصابين بإعاقة من وراء هيدا الفيروس تبع شلل الأطفال. في عنا الحصبة، في عنا عدة أمراض قدرنا نسيطر عليها ونخليها تختفي من المجتمع ونخليها يعني إذا بدك ما تسبب إعاقات وأموات عند أو موت عند الأطفال، لأنه صار a kind of إجباري للطعم عند الأطفال. نعم. وبالتالي كوفيد 19 ذات الشيء يعني ما فرقت القصة، نحن الكوفيد 19 صار لنا أكثر من سنة عم نطعم العالم، فبالتالي لو بده يصير في أي مشاكل مهمة كانت بينت. فأنا من هون بدي أقول للناس ما بقى يعني يحطوا نظرية المؤامرة براسهم وخليني يروحوا يطعموا، لأنه من سنة لهلأ شفنا قديش الكوفيد 19 عمل بالبشرية على الكرة الأرضية. فعلا دكتورة ساسين، خلينا نأكد على أهمية اللقاح. يعني عم نقول خليهم يروحوا يطعموا لأنه قلنا سنة سنة ونص عم ناخد اللقاح، لو بده يصير شيء مهم مثل ما قلتي كان صار وكان بين. والشيء اللي يمكن لازم نضوي عليه علميا أنه الناس اللي أخدين اللقاح
هن معرضين للإصابة عم ينصابوا، بس أكيد بمضاعفات أقل بكتير من يلي مش أخدين اللقاح. واليوم الدليل أنه المستشفيات يلي فيها كتير ناس معرضين لتعرضوا لكورونا وعندهم مضاعفات هن ناس غير ملقحين. صحيح ماجي. كمان بدي ارجع على قاعدة التطعيم من عند الأطفال. نحن وقت اللي بنطعم مثل ما قلنا لحتى إذا بدك نمنع المضاعفات ونمنع خطر الموت ونحافظ على البشرية. فالإصابة ما بنمنعها من خلال الطعم 100%، بنمنعها بنسبة معينة. حتى لو الأطفال أخذوا الطعم، في بعض الأطفال لو أخذوا طعم التشيشة مثلا أو طعم الجدرة في بعض منهم يصاب، ولكن بتكون العوارض كتير خفيفة. وهيدي اللي عم يسمعونا أكيد في بعض الناس حصلت معهم. فاللقاح الكورونا ذات الشيء هدفه أنه مش أنه الشخص ما ينصاب، الهدف انه نخفف المضاعفات، نخفف مش حدة العوارض، نخفف المضاعفات الخطيرة على صحة الانسان ونسبة الاستشفاء. وهيدا الشيء اذا بدك من سنة لهلأ شهدناه. يعني سنة الماضي لما كانت اصابات الكورونا كتير عالية شفنا قديش نسبة الوفيات كانت عالية. نعم. بينما السنة مع انه الاصابات كتير عالية نسبة الوفيات اقل بكتير ونسبة دخول المستشفى اقل بكتير. عم بحكي بلبنان على القليلة، اذا ما بدنا نشوف بالعالم شو عم بيصير، نحن نسبة الاستشفى أقل بكتير بكتير من سنة الماضية. فعلا دكتورة ساسين، بموضوع اللقاح خليني هيك ادخل بشوية أسئلة بتهم الناس. الناس عم تسأل عن الجرعة الثالثة قد هي مهمة، ناس عم بتقول انه اخذنا جرعتين لشو بدي ارجع اخذ جرعة ثالثة. شو اول شيء، شو اهمية الجرعة الثالثة؟ أهمية الجرعة الثالثة لأنه نحن بنعرف أنه مع الجرعتين اللي أخذناهن إذا مرق وقت أكثر من 6 أشهر المناعة اللي كونها هاللقاح بتخف مع الوقت، وبالتالي ما بتسمح لنا ندافع بطريقة أديكوات إذا رجعنا لقطنا الفيروس. سو هالمناعة لأنها بتخف ببين كأنه جهاز المناعة كأنه منه متعرف على هالفيروس أبدا. إذا لقطناه عنا خطر المضاعفات، مشان هيك بناخد جرعة محفزة للمناعة اللي هي الجرعة الثالثة. والدراسات اللي طلعت هلأ، صحيح كمان كان وقتها قصير بس كمان نحن دائما ننتظر دراسات أكثر. الدراسات بتقول إنه الأشخاص اللي أخذوا الجرعة الثالثة هن أشخاص عندهم حماية أكبر من الأشخاص اللي أخذوا بس جرعتين ضد أوميكرون. من هون إنه نحن بنقول الجرعة الثالثة مهمة، بتحفز جهاز المناعة وبتضل تحمي. إذا ما حميت 100% بتحمي بنسبة معينة. نعم، يعني بعد 5 أشهر أو 6 أشهر نحن قادرين ناخد الجرعة الثالثة. صح. نعم. بالنسبة حكيتي عن أوميكرون دكتورة ساسين، بعدنا عم نشوف إصابات بدلتا، يعني كيف بنعرف أنه نحن عم نصاب بالفيروس الأساسي أو بالمتحورات تبعه؟ هل صرنا بس الإصابات محصورة بأوميكرون؟ هلأ الأوميكرون عم تاخد محلها أكتر وأكتر وعم بتسيطر بالمجتمع، وهلأ في بعض البلدان عم يحكوا أنه ما بقى عم يشوفوا إصابات بدلتا. كل ما سيطر الأوميكرون بالكوميونوتي كل ما اختفت الدلتا، وأكيد مع الوقت رح ما نبطل نشوف إصابات دلتا. ممكن بلبنان بعد عنا شوي ناس يصابوا بدلتا، بنقدر نعرف شوي إذا بدك من الاختلاف بالعوارض. لأنه مثل ما قلنا أوميكرون بتصيب الجهاز التنفسي العلوي أكثر، والإصابة ما بتنزل على الرئتين. بس الإصابة تنزل على الرئتين، هون بنكون أكيدين أنه المريض أصيب بدلتا، وإذا كانت العوارض أكثر أساوي بنقول يمكن يكون المريض مصاب بدلتا. ولكن يعني شوي لقدام، كم أسبوع لقدام، بعتقد ما بقى عنا دلتا، رح يكون الأوميكرون هو المسيطر. وهذا لحسن الحظ إذا ضل الأوميكرون يتصرف بهالطريقه بشكل فلو وما يسيب الرئتين بمشاكل كتير كبيره بتؤدي لدخول المستشفى وهبوط الاكسجين او تلف الرئه على المدى الطويل، هذه بتكون شغله كتير منيحه. نعم. علميا وهيك حسب تطور هيدي المتحورات، هل نحن بنقدر نقول او منا اكيدين انه هالمتحورات رح تتحول الى بسيطه وابسط وابسط ام لا؟ ما فينا نعرف نحن بالفيروس لما يتحور كيف رح يتحور، شو يعني
ننتظر كمتحور جديد، أكيد الوقت هو بيجاوبنا أكثر. ولكن المنطق بيقول أنه مع متحور أوميكرون يلي هو سريع الانتشار بشكل كتير كتير كبير، إذا انتشر بالمجتمع وسبب إصابات بدون ما يشكل خطر على الحياة، ممكن يوصلنا لمناعة مجتمعية وتؤدي إذا بدك للوصول إلى نهاية الجائحة. ولكن الخطورة هون أنه مع أوميكرون في كمان فيروسات تانية الأشخاص ممكن ينصابوا فيها، لأنه الناس كمان ما عم ينتبهوا، ما عم يلبسوا الماسك، أو إذا بدك اللي أصيب هلأ بالكورونا أو بالأوميكرون بيقول خلص أنا نصبت خليني شيل الماسك، عندي هلأ حماية شهرين ثلاثة لقدام. أنا بدي أقول لهم أنه نحن بفصل فيه فيروسات إنفلونزا، فيه فيروسات رشح غير الأوميكرون، إذا تواجدوا بنفس الوقت عند الشخص أو إذا مش بنفس الوقت، إذا كان بعده واحد صحح جديد من أوميكرون بعده جهاز المناعة منه كتير مرتاح ولقطنا فيروس تاني فوقه أو بكتيريا تاني فوقه، هون الضرر على جسم الإنسان بيكون كتير أكبر. مشان هيك لو أصبنا بدنا نضل نتصرف بطريقة نحمي أنفسنا من أنه نلقط فيروسات تانية ونعرض حالنا لخطر المضاعفات من الفيروسات الرشح اللي متواجدة هلأ بهيدا الفصل الشتوي، ويلي هي كتير قاسية دكتورة ساسين، يعني مثل ما خبرتيني عم بتكون كتير قاسية، يعني الناس عم بتفكرها أنه كورونا أو ميكرون أو دلتا، عم بيعملوا بي سي آر مرتين وثلاثة عم بيطلع نيجاتيف بس مع عوارض كتير قاسية ومع ضرر كمان على جهاز التنفسي. هل قد قاسية؟ وهذا سبق وقلتي قبل دكتورة ساسين، لأنه نحن السنة الماضية كنا ما عم نختلط كتير، كنا حاطين كمامات، ما تعرضنا للإنفلونزا، يعني جسمنا عم بيتعرف عليها يرجع من جديد بهالسنة، مشان هيك هي هل قد قاسية؟ صح، لأنه جهاز المناعة صارت بالنسبة له غريبة شوي الإنفلونزا، وبالتالي بيكون ردة الفعل أقوى والعوارض أقوى لما منلقط الإنفلونزا السنة. نعم دكتورة ساسين، بالنسبة للقاحات في كتير ناس عم تسأل أنه مثلا إجيها الجرعة الثالثة بس هي للأسف مثلا أخذت رجعت انعادت أوميكرون بهالأسبوع مثلا، والجرعة الثالثة لازم تاخدها بعد أسبوعين، بعد قدي وقت لازم ناخد الطعم لما يكون شخص عنده الجرعة الثالثة بس أصيب بالكورونا قبل ما يأخذ الجرعة الثالثة؟ هذا هو السؤال. صحيح. هلا وقت المصاب بكورونا من بعد ما نكون اخذنا جرعتين بنكون كانه اخذنا الجرعه الثالثه، فالشخص عنده 6 اشهر لقدام قبل ما يرجع ياخذ الجرعه الثالثه. واذا اخذ يعني الجرعه الثالثه بدون ما يكون عارف انه هو اصيب مثلا، ممكن يصير في ضرر؟ هلا سؤالك كتير مهم، لانه مع اوميكرون في دراسه امبارح كمان جديده بتقول انه الاسيمتوماتيك كاريرز يعني اللي بيحملوا الفيروس من دون ما يعطوا عوارض عم نشوفها مع اوميكرون اكثر بكتير من السلالات اللي مرقت، وخصوصا انه حتى يعني بنقول من دون عوارض لانه الاشخاص اذا عملوا عارض نهار واحد خفيف ما بينتبهوا له، يعني بيكون في عوارض كتير خفيفه اوقات ما بننتبه لها وما بنعرف انه لقطنا الفيروس. فمن هون يعني بقول أنا أنه الشخص لو أصيب ومنه عارف وأخذ الجرعة الثالثة ما في خطر، وإذا حابب يتأكد فينا مع مش غلط أنه نروح نعمل بي سي آر إذا حسينا حالنا شوي تعبانين شوي وجعنا راسنا عتلانين هام أو كنا مخالطين، أنه نروح نعمل بي سي آر قبل ما ناخذ الجرعة الثالثة، إذا اتضح أنه أصبنا فينا نستغني عن الجرعة الثالثة، وإذا اتضح أنه لا فينا ناخذ الجرعة. نعم، هل في فحوصات دم دكتورة ساسين مثلا بتأكد بعد وقت على الناس يلي هن ما انتبهوا قطعوا برشح عادي عملوا بي سي آر طلع نيجاتيف ممكن يكون لقى هن لقطوا أوميكرون ما عرفوا، هل في فحوصات دم ممكن تأكد لنا إذا نحن أصبنا أم ما أصبنا؟ صح، في فحوصات دم أكيد بنعمل فحص المناعة على الفيروس، ولكن بدنا نعمل المناعة طبيعية، يعني الاي جي جي والاي جي ام تبع الناتشرال اميونيتي مش تبع اللي لها علاقة باللقاح، لأنه بدنا نحدد له للمختبر وقت بدنا نعمل فحص المناعة، نحن بدنا نعمل فحص المناعة لنعرف إذا لقطنا الفيروس، فينا نعرف إذا كانوا الاي جي جي عاليين يعني نحن مرقنا بالفيروس أو قطعناها بلا ما نحس. نعم. وإذا الاي جي ام عالية معناتها نحن بعدنا بالفاز ايجو، يعني بعدنا لقطين الفيروس ما قلنا زمان. نعم
شكرا دكتورة سيسين، رح نتابع أكيد كل أسبوع نحكي عن هالموضوع، لأنه المطلوب هو التوعية مثل ما ذكرنا، المطلوب أنه نعرف أكثر عن أهمية اللقاح، ليش لازم كلنا نطعم، ليش لازم يكون إلزامي، لأنه بعض الناس مش أخذته بعين الاعتبار أو مش معتبرة أنه هي معنية فيه، فتنقدر نوصل إلى مناعة كبيرة مجتمعية بالعالم مش بس عنا، لازم يكون في إلزامية لهاللقاح، أو على الأقل الناس ما تقدر يمكن تروح على شغلة أو تفوت على السوبر ماركت أو على أي مطعم أو تسافر إلا ما يكون معها هالكارت اللي بتأكد فيه أنه هي أخذة اللقاح. شكرا دكتورة سيسين، بنشوفك الأسبوع الجاي، بريك وبتابع صباح اليوم. منتابع مشاهدينا فقرات صباح اليوم، نوصل لفت بيت، الفقرة الصباحية المليانة حيوية ورياضة يومية مع كوتش مايا زيدان. صباح الخير من فت بيت، مثل العادة بنكون محضرين ورك اوت سريع تقدروا تشتغلوا من البيت بطريقة كتير هينة. اليوم رح نشتغل على عضلة الصدر وعضلة المعدة، كتير مهم أن نكون عاملين بلان للورك اوت ونعرف على شو بدنا نشتغل لنقدر نركز، ونكون هيك حاطين بلان صغيرة إذا بدكم قبل ما نبلش. رح نكون عم نشتغل 2 exercises للتشست 2 exercises للمعدة، ورح نعيد كل exercise لثلاثة sets. رح بلش بالتمرين الأول، رح كون عم بستعمل دمبلز، انتو فيكن تكونوا عم تستعملوا أناني ماي إذا بدكن، نقيم على ظهري بهالشكل، بطلع بالدمبلز فوق التشست، ببرم كواعي بهالشكل، بنزل وبدي اتخيل حالي عم بتفش لفوق، تشست بريس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد مرتين، آخر مرة. رح حط الدمبلز، انتقل مثل ما خبرتكن لنشتغل اكسرسايز معدة. رح كون عم بشتغل بلانك اند تاب، تاب بإجري، بعد مرتين وآخر مرة. هلأ صار وقت البريك، يعني بين كل تو exercises exercise chest exercise معدة، رح ناخد بريك 30 ثانية ونرجع نعيد الجولة مرة تانية. طبعا رح ارجع اخد الوضعية الأولى، بحضر حالي، للعادة دايما ايدي مسكين دمبلز مزبوط، بطلع فوق التشست، ببرم دايما. الحركة بدها تكون طبيعية، يعني ما تفكروا كتير فيها اذا صح او غلط، نحنا بالتشست معودين نتفش فمنحس هيدا الاحساس، ومنطلع براس، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد اثنين، مرة، اثنين، دمبلز على الأرض، تمرين المعدة كومبينيشن مثل ما اتفقنا، تاب، بعد مرتين، وآخر مرة. Roll the shoulders. Shake the arms. أكيد أنتو فيكن تكونوا عم بتكملوا لجولة ثالثة. أنا رح أنتقل للتمرينين اللي وراهن، رح يكون مثل ما اتفقنا One exercise chest والثاني معدة. رح كون عم بشتغل ب1 دمبل هالمرة،
هيدا الاكسرسايز كمان بشغل المعدة فول اوفر، رح كون كمان عم بطلع من فوق التشست، رح انزل بدي جرب اعمل بول، بدي اسحب الدمبل اللي عندي مثل ما شايفين، كتير حركة طبيعية ما تعقدوها، تخيلوا شي تحت وعم تسحبوا لفوق، الظهر ثابت، الرقبة مرتاحة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، بعد مرتين، مرة، آخر مرة، اثنين. تمرين المعدة الثانية رح كون عم اشتغل سيت أبس، get ready، حاولوا شوي تقربوا كتفكم شوي لتساعدوا حالكم تطلعوا لفوق، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، بعد مرتين، وآخر مرة لفوق، بريك، نفس، آخر جولة عنا، نرتاح شوي، 30 ثانية، get ready، نفس التمرين، ما تخافوا من تمارين الأوزان، تمارين الأوزان كتير مفيدة لنقوي عضلاتنا، وبنفس الوقت تمارين الأوزان هي مأخوذة من التمارين الطبيعية اللي نحنا بنعملهم ونحنا بحاجة لقوة فيهم. مثل ما شفتوا عم بشتغل بهيدا التقل اللي ماسكته لورا وعم بسحبه، عم قوي ايدي، عم قوي التشست، الصدر بهالطريقة. ثلاثة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، بعد مرتين، مرة، وآخر ست لليوم، get ready sit ups، كتافي بقربون، معدتي مشدودة، كور قوي، عم بطلع بقوة معدتي، الرقبة ما تحط عليها تنشن كتير، نطلع reach up، اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، بعد مرتين، مرة، اثنين، يعني عملنا تو موز لكل عضلة واشتغلنا تقريبا تو سيتس. فيكن كمان تكملوا انتو بعد جولتين، هيك بتكونوا كملتوا 10 دقايق، مرنتوا عن جد عضلة الصدر وعضلة المعدة بطريقة كتير مفيدة. بتمنى لكم نهار كله إيجابية، stay active قد ما فيكن، وبشوفكم بتمارين جديدة بكرة. منتابع مشاهدينا صباح اليوم، نوصل من جوا وبرا. من جوا وبرا اكيد كثير مهم البرا يلي بنهتم فيه ويلي بينعكس علينا نفسيا، بينعكس على شكلنا، وحتى وقتها بنفكر انه من جوا كثير مهم نهتم بصحتنا، اوقات كثير كمان الانعكاس متبادل. دكتور اماني صباغ من نيو يو، طبيب التجميل، اهلا وسهلا فيك، شكرا لحضورك معنا اليوم. اليوم عم نحكي وقت الناس بدها تهتم بمن جوا بصحتها ولازم تخسر وزن،
ضروري لصحتها بينعكس كتير على شكلها، وبتصير خايفة تضعف تما يتأثر وجهها. اليوم رح نحكي عن تقنيات بتخلي هالأشخاص اللي عم يفقدوا وزن يمكن بشكل بسيط أو كبير كيف يحافظوا كمان على صحة وجههم. صح مزبوط؟ صح. هلأ عم نشوف بكتير من الصبايا والشباب خاصة اللي على عمر صغير، لأنه عادة العمر الصغير يعني نشوف البيبيز تلاقي وجههم مبروم برم. مع الوقت اللي نحنا وجهنا بقلبه كتل دهنية، يعني إذا بتشوفي جواته للوجه بتلاقي أنه مقصن في هيك كتل دهنية كلها كلياتها مع بعضها. نحنا وصغار بتكون كلها معباية ومبروم برم الوجه، مع الوقت بتصير تضعف وبيتكسم الوجه. اللي بيكونوا على عمر صغير في منهم مثلا بيعملوا ماراتونات، في منهم جيم أدكتس، يعني هلأ الرياضة صارت هي كلتشر عنا أنه صحيح. الكل بيروح على الجيم بيعمل سبور. في منهم انه على عمر كتير صغير بيعملوا كتير سبور، والسبور ما حتعرف انه وجه وجسم رح تضعف كل الدهون اللي بالوجه. سو بيصيروا هن حتى لو عمر صغير مثلا جسمهم كتير حلو مبسوطين فيه، بس وجههم عاطي ضعف، عاطي ما عاطي الضعف الحلو، عاطي الضعف المرضي. صحيح. واكتر شيء بيفقس الواحد بيفقس له نهاره اذا حدا انه لو وجهك ضعيف، لو وجهك ضعيف، شو بكي، شو صاير معي، صاير وجهك قد الكمشه هيدي، يعني اذا حدا قال لحدا بينزعله نهاره. صحيح. ففي كتير ناس يعني بصيروا عندهم حيره ما بين انه بدنا نظبط جسمنا وبدنا نضعف، ونقزانين انه ياثر هذا الشيء على وجههم. فهون بتجي التقنيات التجميليه اللي بتلعب دور، بتسمعك غير حكي خلال النهار، بيصير بتسمعي انه شو لبالك الضعف بالضبط، انه ضعفاني بس ما مأثر على وجهك. هيدي هي القلب النوعيه بالكومنت اللي بنسمعه، بس نعمل تدخلات التجميليه عند الناس اللي ضعفوا. هلا بس الناس بتضعف بتضعف كلياتها، يعني مثلا ما في حدا مثلا بيضعف وجهه من هون من هون، لا بيضعف الوجه، بيضعف الوجه كله. لذلك بس نرجع نعمل هول التقنيات بتتدخل للوجه كله. في كتير عالم بتفكر انه لا بدي شيء ناتشورال، بس مثلا ابري نص هون نص هون، انه في حدا بيضعف كل وجهه مثلا بيرجع خدوده لحالهم بينصحوا انه 100%. او بتجي بتقول ست انه انا بس بدي يعني هون زعجني، بس ما بتعرف انه كله معلق ببعضه. بالضبط بالضبط. فكرمال هيك انه في عالم بتفكر الناتشورال هو الكميه القليله، لا الناتشورال هو نحن كيف نلحق هيدا الوجه شو صار فيه. الوجه كله ضعيف، بالعكس ممكن انا نص ابره حطها بمحل تبرز تبين منا منطقيه، ممكن حط 10 ابر بكل الوجه يبين انه لا واحد هيك بس فايق ومرتاح. صحيح. فهون بيجي دور الفيلرز، وبيجي دور نحن كيف منوزع هيدي الفيلرز بطريقه كتير ناتشرال، وحتى بنعملهم على مراحل. لانه كمان اذا حدا ضعف، لنقول ضعف حتى لو مثلا شيء مفاجئ بثلاث اشهر مثلا نزل كتير وزن، او الناس اللي بيعملوا سليف. انا يعني مختاره هذا مختاره التوبيك لليوم للمقابله. امبارح اجوا عند ثلاثه بيشنتس عاملين السليف اللي هي الربط للمعده، وضعفانين كثير. قلت لهم ما بعرف يعني مثاقبه، عارفين انه بكره عندي الانترفيو. ثاقبت شفت ثلاثه كيسز من هالنوع امبارح بالكلينيك. سو اللي بقول لهم عنه انه مثل ما هالعالم شافت هذا الوجه ضعف كلياته سوا، ما في حدا بينام بفيق نصحان 10 كيلو بوجهه، كمان منا منطقيه. كرمال هيك حتى استرداد هاي النضاره للوجه كمان بتكون على مراحل. كل مره على مره ببين انه عم بترد صحتك، عم بترد صحتك، ولي بقلك الضعف مثل ما اكزاكتلي. اكزاكتلي. حلو. انا اللي بدي اقوله معك دكتوره اماني يعني عن خبره، انه كمان طريقه وضع الفيلر يعني في طرق يعني غميقه فيشي وين باي مطرح. اختلفت التقنيات وتطورت بشكل يعني اختلفت بشكل صار عشوائي. حتقولي مليون بالميه. نعم. من قبل عم نحكي مش من كتير زمان، يعني عم تحكي 10 years مثلا، كانوا انه نحن شو بصير بس نضعف ببلشوا هول الفات بادز ببلشوا ينفسوا وبلش ينزل الوجه هيك بهذا النزول بهذا الاتجاه. شو اللي اول شيء بنشوفه؟ هول الزيحان اللي هون. هذا اول شيء بنشوفه. فعاده من قبل كان مثلا يروح حدا عند الدكتور زعجني هول،
اول شيء كانوا يعملوه اول ما بلشوا يعملوا فيلرز اوكي يلا نص ابره هون نص ابره هون. صحيح. هيدا الشيء از ا بيج نو هلا يعني نو واي ما بقى حدا يعمله. ليش؟ لانه الوجه نفس وراح هيك بهالاتجاه. نحن شو بنعمل؟ بنرجع بنعبي مطرح ما راح لنرجع نفتح الوجه لبرا. صحيح. مش انه الوجه تقل هيك ونزل نزول وانا بجي بعبي هون وهون بيتقل الوجه اكثر لقدام. ففي ناس بتصير تلاقي وجههم عرض من قدام كرمال هيك وهن ما بصيروا بيعرف يصير انه حتى اللي هون بس في شيء ما حبوه لانه ما لحقنا الناتشرال باثوي الطريقه الطبيعيه لنرجع نرد الوجه والطريقه العلميه دكتور اماني يعني وقتها بيكون الوجه تقيل من هون ونحن بنشتغل عليه من فوق وبنرده بيرجع هيدا بطريقه طبيعيه بدون ما يكون في يعني فيلر حتى يعني حتى طريقه استردادهم بيكونوا مثلا نمشي من فوق لتحت ما في مثلا انه حدا مثلا وحده صبيه او حدا زعجه هون ما انه نجي دغري على هون ومنشكه لا نشك هون 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 نرجع نوصل لهون وهيدا الشيء لانه عم نرجع ناخذ هذا المدى تبعول الوجه لحتى يبين شيء منطقي. انا على طول بشبه لهم اياها للبيشنتس انه انتوا الصبح بس بتكون ترتبوا تختكم انه تكون انت نايمه على التخت تخت وين بيكون مكنفش بالنص مطرح ما كنت نايمه ولا مره حدا بالحياه بيجي على التخت على نص التخت وبيعمل هيك ليرتبوا بيروح على الجنب بيروح على الجنب سو مش ضروري المشكله نجي نحن ندقر محل المشكله مثلا المشكله هون ايه انا بحلها من هون وبحلها من هون اند وي ستريتش حلو قديش بتاخر بدي بلش شوف صور كمان قديه بتاخر هالتقنيات اللي عم بتقوليها عمليه شد الوجه لانه كل ما بلشنا بكير وضلينا نشد او نرجع هالجيوب الفات اللي عم تحكي عنها بتأخر بس ما بتعود ايه. اوكي لانه حتى لو بلشنا بكير حفسر لك ليش لانه الناس بتختلط عليها شغلتين مع بعضهم. نحن مع الوقت شو بيصير حكينا عن الفات بادز وهن هو الكتل الدهنيه اللي بتنفس وبتنزل اوكي غير عن هيدا الشيء الجلد بحد ذاته بترخي وبتخسر الكولاجين منها وبترخي فهيدول مشكلتين منفصلين كل وحدة إلى حلها. الفات بادز بس ينفسوا بنرجع بنعبي محلهم الجلد بس ترخي بدنا نشدها. صحيح. إذا بنشدها بكير بنشدها بالتقنيات مثل الليزر مثل الألترا ساوند الأشياء اللي بتشدها للجلد إذا صارت مرحلة متأخرة بتنشد بالليفتينج كرمال هيك. إذا بتسمعي مثلا كتير ناس بيقولوا لك عملت عملية ليفتينج بتقول لك أنه شدلي وشلي دهن من جسمي وحط بوجهي ليه؟ لأنه ما في شيء بعود عن شيء حتى العملية مثلا بينشد الجلد بينشد العضل اوكي والفات اللي نفس شو بينعمل او منحط فيلر او منحط فات فهن منفصلين وكل وحدة الى حلها وكل وحدة الى طرق كمان وقاية لها. صحيح. عم نشوف بعض الصور دكتورة اماني كيف بينشغل على مثلا هون تحت العين. يس. هول الفات بادز كيف طريقة توزيعهم بقلب الوجه بيكون في عندنا كتل دهنية سوبرفيشل وديب بيكونوا سطحيات وعميقين وكل وحدة إلى طريقتها وكل وحدة إلى نوع برودوي في كتير منهم مثلا بدي أسألك نفس البرودكت بيستعمل؟ أبدا أبدا كيف مثل بس ما أنا نعمل فيلر للوجه كيف كأنه عم تحكي رسام وجاي عم يرسم لوحة كل ما كتر عنده الألوان قدامه كل ما قدر عمل شيء غني أكتر. صح. نفس الشيء بالفيلرز يعني مثلا بكون أنا عندي أكتر من 20 نوع حتى من نفس البراند يعني في عالم تفكر أنه مثلا بس هيدي البراند حسب من هيدي البراند من هالاسم في كذا نوع في الشيء السميك إذا أنا مثلا عم برسم الدقن عم حدد شيء محل العدم عم برسم كسم الوجه في شيء رقيق يعني لحطه بالدقن غير لحطه تحت العين فكل منطقة إلى نوع فيلر بيختلف التكستشر تبعه قديش لزج قديش طري قديش هيدا بين منطقة ومنطقة. نعم وهون يمكن في بعض الأخطاء بتصير عند الناس يلي بيروحوا عند غير أطباء اختصاصيين وعندهم هالخبرة إنه في أنواع فيلر تنحقن بالوجه ما بتكون هي بالمطرح المناسب وبتعمل تكتلات وبتعمل تشوهات قديه بتصلحوا تشوهات دكتور أماني بنيويورك؟ أوقات فينا نصلح وأوقات فينا نصلح. ما فينا نصلح يعني كتير أوقات للأسف
بيجي عندي كتير patients بقلهم نقعد بنشرب قهوة بنتحدث بس ما فيني أعمل شيء بس ما فيني استعلى الوجه. تتذكريها لعبة الميني سويبر كنا نلعبها على هاي اللي بتكبسي وإذا كبست طلع لك لغم خلص you lose. في كتير وجوه بسميهم أنا الميني سويبر فيسز. الوجه بصير مثل لعبة الميني سويبر خلص. بس ينحط فيه برودوي منه منيح بصير مثل لعبة الميني سويبر. ممكن تشكي شكة وحدة صحيح. كل شيء يتفجر بوجهك. فمنصير بس انه قاعدين عم نداري انه ما يصير في شيء وما يعمل لها مشاكل. العالم كتير بتلخبط بتوبيك معين انه هن بيفكروا كل ما الفيلر داين كل ما احسن. فبيسالوني مثلا في عندك شيء بيرمننت انه يضل هيدا؟ بقول لهم اذا قلت لكم رح اعمل لكم شيء بيرمننت ما تقبلوا تحملي جزداني وبتركدي دغري. مستحيل لانه الشيء البيرمننت ما رح يتقبله الجسم. الفيلر كل ما كان بيور كل ما كان نقي كل ما جسمنا تقبله كل ما رح بسرعه. اللي بيروح بسرعه هو المنيح لانه الجسم تقبله كشيء من الجسم بكسر مثل ما بكسر الاشياء الثانيه بالجسم. فبقول لهم ألف مره يروح الفيلر وتحطه غيره ولا مره تحطوا شيء ويعمل لكم مشاكل صحيح. مدى الحياه خصوصا دكتور اماني يعني مره حكينا بالموضوع انه الفيلر يلي بيضاين او بيضله على طول هالماده ما هو وجهنا عم بيتغير وعم يكبر يعني وجهنا عم في قشص عم من جوا عم بتزيح محله وهيدا الفيلر بيضله محله وهيدا اللي بيعمل تشوهات وتكتلات بيزيح مش بس بيضل محله بيزيح وبيعمل يقشط. وبيعمل طبقه حواليه بيعمل مشاكل خلص بيصير مثل عندي كذا الامبل الموقوته موجوده واوقات حتى لو ما شكينا ابره بتفيق منها وحده صح بتفيق منها لوحده. فهون بعتول بقول لهم منا يعني اللي بيكون عباله تعمل مثلا وما عندها البادجت لحتى لي تعمل القصص المرتبه ما تعمل ما تعمل تشتري مثلا عندها هيدي البادجت تشتري فيها كريم مرتب صحيح. وتحطه على وجهها صحيح. ولا انه تحط شيء يعمل لها مشاكل مدى الحياه. يعني منه الفيلر منه توب ولا ما عجبتنا هيدا التوب ابدا خلص ماكسيموم انه فيني ايه ما حط فيها بادجت انه ما عجبتني بشلحها لا هي خلص انحطت بالوجه صارت بوجهنا صارت بوجهنا عم نشوف بيفور وافتر بهالصور كثير كيف انشغلوا صح يعني من وين هون عم نشوف كيف كان الوجه عبي رجع بعدين صار في ضعف وبالتقنيات التجميليه رجع تكسم الوجه وما بين تاثير الضعف على هيدا الوجه. وهون بيجي التقنيه اللي استعملت البرودكت اللي استعمله والباترن اهم شيء البلان اهم شيء البلان ونلحق نحن نلحق البلان اللي بحط لنا اياها الطبيب. ما فينا نعجقها صح. على الوجه ما فينا نعمل كل شيء مع بعضه لازم أبداً نعرف ابدا ابدا هي مراحل وبرنامج اكيد. وفي كتير ناس بتستعجل وفي كتير ناس بتستعجل وبتقوم بتصير يعني مثلا حتى لو الدكتور قال لها انه انا في كتير منهم بقول لهم انه مثلا هلا هولي هالقد كتير بيسمعوا وكتير ما بيسمعوا. اللي ما بيسمع بيكون مثلا بيفكروا انه مش انا حطينا اكثر هلا يعني احسن لا لانه وجهنا ذكي وبشرتنا ذكيه وبتفهم علينا. فبقول لهم ما فينا نحن نجي نعجقها على الوجه بده يستوعب بده يستوعب نحن مثلا عملنا هيك الوجه بده ياخذ هو ياخذ وقته يقعدوا محلهم هالقصص نتعود عليه بالضبط اندن نرجع بناخذها للنكست ليفل. والتجميل هو عباره عن كومبينيشن كتير اشياء يعني ممكن تجي صبيه او شاب لعندي مثلا امبارح اجت صبيه لعندي قالت لي عم بتفكر تعمل بوتوكس وشفافه. اللي عملناه هو شيء كليا مختلف. لا عملنا بوتوكس ولا عملنا شفافه لانه ما هن اللي كانوا الابرز الاساسي وجهه بده اياهم. نلحق كل وجه بده في منهم بدها تجي مثلا تجي لعندي بدها تعمل فيلر بس البشره كتير تعبانه. فبصير انا انه يعني انا شو بدي اعمل لهيدا الوجه لو رسمته صار رائع جدا طالما بشرتها كتير تعبانه ما رح يبين شيء كانك يعني عندك طاوله زخرفتيها وحفرتيها وعملتي وحطيت عليها شرشف منزوع ليه انا قاعده عم مزين فيها واخر شيء مش مبين سو على طول بنلحق انه هالشخص بهيدا الوقت شو لازم بده. لوجهه وهون مهم الكونسلتيشن يعني هون مهم انه بنروح لعند الطبيب وبنسال هيدا الطبيب بناخذ ومنعطي لنعرف شو الانسب لوجهنا لانه ما في one rule for everybody
ابدا. حلو كثير دكتور اماني سباق، شكرا. اكيد بنصح كل الناس اللي ضعفت، يعني بما انه هو هذا التوبيك بس رحنا على محلات ثانيه، بدها تعمل عمليه تبلش من هلا تفكر تاخذ اكيد راي الطبيب. كثير مهم انه نضلنا محافظين على صحتنا، صحه وجهنا وصحه جسمنا، ونكون حلوين ببرنامج الطبيب بحطه، وهذا الشيء كثير اساسي. شو الاولويه لنا مش دائما نحن بنعرفها. شكرا لك دكتور اماني سباق، تحياتي لكل فريق العمل بنيو يو فردا فردا. شكرا لاهتمامكم فينا بصباح اليوم. أهلا وسهلا. بريك وبتابع صباح اليوم. منتابع صباح اليوم على نعرف أكثر اليوم كمان عن وضع الأرض بالنسبة لكورونا مع فرق الإسعاف والصليب الأحمر اللبناني وازدياد الإصابات والتحديات والصعوبات اللي عم بتواجههم. بدي استقبل معي مدير فرق الإسعاف والطوارئ بالصليب الأحمر أليكسي نعمي. صباح الخير، يعطيك ألف عافية. صباح النور، يعطيكم ألف عافية لكم كمان. شكرا استاذ أليكسي. طبعا الموضوع يعني مقلق، الناس كلها عم بتشوف عم تقرا عم نلاحظ قديش في ازدياد بعدد الاصابات، الكلام دائما عن انه المستشفيات ما عم تقدر تستوعب، في كثير ناس بحاجه لاستشفاء ما في ادويه، يعني تحديات وصعوبات كبيره. انتم اكثر ناس بالواجهه واكثر ناس بتواجهوا هالصعوبات يوميا، خبرنا اول شيء عن واقع الاصابات. طبيعي. بداية اسمحي لي أول شيء أتوجه بالشكر بالشكر الكبير للمتطوعين بقطاع الإسعاف والطوارئ اللي لهم من 25 شباط 2019 عم بيقوموا بواجباتهم على أكمل وجه. نحن بشباط 2020 كانت أول بداية الحالات اللي بلشنا نشتغل من خلالها على كورونا. هاي الحالات بلشت ترتفع تدريجيا توصلت للقمة للذروة تبعها بكانون الثاني 2021. نعم. كانون الثاني اللي هي كان من بعد رأس السنة، من بعد الميلاد، من بعد الاختلاط اللي كان عم بيصير بالبيوت. هون كانت الذروة، هون كانت الصعوبة بنقل المصابين على المستشفيات، لأنه مثل ما بتعرفي حضرتك وهذا اللي كنا خيفانين منه هلأ بالمرحلة اللي احنا موجودين فيها، هي صعوبة نقل المصابين للمستشفيات. ما بيكون في أكسجين، ما بيكون في أماكن شاغرة بالطوارئ، كل هو التفاصيل كنا عم نواجهها. نعم. حاليا مقارنة مع 2020 الأرقام جدا مرتفعة. يعني 2021 كان في عندنا 25500 وتقريبا 80 إصابة تم نقلهم للمستشفيات من إصابة مؤكدة ومشتبه بها، بال 2020 كنا ناقلين 11000. إنما الفرق اللي صار بين السنتين هو بأول 6 أشهر من السنة بآخر 6 أشهر من سنة 2020، هيدا اللي شقل الأرقام كليا. نعم. الخوف هلا اللي والصعوبات اللي عم نواجهها هلا هي نفس الصعوبات اللي واجهناها بالسنين بالسنه الماضيه، اللي هي ما كنا عم نقدر نفوت مرضى على المستشفيات بسبب الاكتظاظ بالمستشفيات، بسبب عدم توفر طاقم طبي متخصص بالكورونا، بسبب عده مستشفيات ما عندها الجهوزيه لاستقبال حالات كورونا. نعم. هيدا بسبب عائق كثير كبير علينا، لانه كثير صعب انك تحطي مريض بالسياره. شو بتعملوا بهيك حاله استاذ نعمه؟ يعني عاده خلينا نحكي هيك عن البروسيجر اللي بيصير عاده. نعم. اذا اتصل فيكم مريض وعنده ضيق تنفس وعرفتوا انه مصاب بكورونا، اول شيء شو بيصير؟ في تعميم صادر عن معالي وزير الصحه، وهذا اللي دائما نحن بنلتزم فيه، هي بنخلي على اقرب مستشفى الا اذا كان في له حجز بمستشفى محدده بالشمال بالجنوب، وين بيته بعيد عن بيته الى اخره، هودي عم نضطر ننقل المريض لهونيك اذا له حجز بالمستشفى، وهيدي من النوادر عم بتصير. انما مشكورين بعض المستشفيات الحكوميه اللي عم تتعاون جدا معنا، عم نحاول نعطيهم علم وخبر وعم نحاول ننزل المريض لعنده، بس هالمستشفى قد ايه بدها تستوعب نسبه مصابين بال 24 ساعه الموجوده فيها. سو عم نضطر نرجع نكسر القرار مع المستشفيات اللي عم بتقول انه ما عندها طاقم طبي واللي ما عندها جهوزيه لاستقبال كورونا، عم نضطر نوصل على اقرب مستشفى نحط المريض
عم بيصير في عنا يعني عن جد مشكورين المستشفيات وبنعتذر منهم سلف، بس وضع المريض بيكون بسيارة الإسعاف اللي بحاجة لأكسجين اللي بحاجة لمتابعة طبية دقيقة عم نضطر نفوت فيه على أقرب مستشفى ويبقى بالطوارئ يمكن أكيد أتليست بيتأمل له العناية الأولية. نعم. بينعمل له سكانر بينعرف وضعه الصحي شو هو، وعلى أساسها بالتنسيق مع الأهل بيتم نقله على مستشفى بيتم الحجز فيها للمصاب هيدا. نعم. تقريبا قد ايه عدد الحالات يوميا استاذ نعمي؟ عم نعرف انه كثير عدد حالات كبير، هلا الحمد لله بحسب الاطباء مش الكل عم بيعوز استشفاء، بس في كثير عدد كبير كمان عم بيعوز مستشفى. 100%. نحن قبل كانون الاول 2021 كنا عم ننقل بين ال 40 لل 50 لل 20، يعني حسب عم تتراوح الارقام. حاليا عم بيكون النقل بين 85 و100 و120 شخص بين حالات مؤكده وحالات مشتبه باصابتها. نعم. عم نضطر ننقلهم على اقرب مستشفى. في ايام مثلا ما بننقل المريض على المستشفى، بنوصل لعنده بنحط له اكسجين، نهتم فيه ببيته، بنشوف نسبه الاكسجين بجسمه، وعلى اساسها بنشوف اذا كان بده نقل او ما بده نقل بالتنسيق مع الاداره الطبيه تبع الصليب الاحمر. صحيح. لانه هون استاذ نعمه تنوه انه اوقات كثير مريض بيكون خايف، يعني بيكون ضيق نفسه بسبب الخوف الرعب، لانه مش هين يعني يكون ببيته ما في ادويه كافيه، ما عم بياخذ يمكن البروتوكول الكافي، فيمكن اوقات بتلاحظوا انه ما بيكون عنده نقص بالاكسجين بس بيكون عامل مثل نوع من هلع. 100%. ست ماجي، هون انا بحب الفت النظر انه ما حدا يستهتر، بس بنفس الوقت ما حدا يعيش هذا الإحساس إنه أنا بدي موت وكورونا بتقتل وإلى آخره. عم بيصير في قتلة بالعالم من حوادث السير ومن الـ H1N1 أكثر بكتير من كورونا. نعم. بس ما عم بيتضوا عليها، بس هيدا منه دليل إنه أنا لازم استهتر وكورونا ما بتقتل. لا، كورونا بتقتل، كورونا بتأثر، كورونا الأوميكرون والدلتا والمشتقات عنا كلهم سوا بيأثروا سلبا، خصوصا على الأشخاص اللي ما عم بيطعم. ونحن عنا فريق عم بيطلع على البيوت عم بيعمل دور تو دور عم بيشرح لكل المواطنين صحة وضرورة التلقيح شو هي، وفي كتير عم تتجاوب معنا بس يفهموا شو هو المبدأ. صحيح. عم بيتجاوب قدام نتلقح، قدام نكون عم نخفف عبء على المستشفيات، قدام نكون عم نخفف عبء على حالنا من العدوى اللي عم نلقطها. بتصير العدوى هي قريب، ما حدا ما بده يلقط عدوى، كل الناس معرضة تلقط عدوى، بس في فرق بين انه شخص مطعم او شخص منه مطعم. هون الحالة بتسوق اكتر عن الشخص اللي منه مطعم. 100%. انا عن جد بدي حييكم فردا فردا، ادارة وافراد ومتطوعين ومدراء، على هالتوعية اللي عم بتمارسوها الى جانب كل المؤسسات اللي عم تعتني بهالتوعية. كتير مهم نشرح للناس شو أهمية اللقاح. الناس عم بتخاف لأسباب أوقات سخيفة ومنا علمية يعني، واللي قلته كتير مهم أستاذ نعمة، إنه بس عم يفهموا الناس يمكن عم بيصير عندهم قابلية أكتر يروحوا يطعموا. صحيح. اسمحي لي بس ضوي على النقطتين كتير سريعين. نعم. أول شغلة، في عنا بالإضافة لخط الطوارئ 140 اللي جاهز لتلبية أي نداء طارئ على 140 لكل الحالات كورونا وغير كورونا، في عنا الخط الساخن اللي هو 1760 يلي من خلاله أي شخص منه قادر يتنقل على المستشفى بحاجة لإرشاد طبي، في أطباء موجودين على هذا الخط بيقدروا يفيدوا المواطن من خلال خدمة الهوم كير اللي كنا عم نشتغلها مع الـ مع الـ مع المصابين في بيوتهم، وحتى عم نقدم خدمة مكنات الأكسجين بالذروة. هيدي بلشنا فيها سنة الماضي، لما وصلنا لمرحلة بتطلع عم نقدر المستشفيات بطلت عم تقدر تستوعب، فتحنا هالخدمة للمواطن بيقدر ياخذ مكنة أكسجين، كان مكنة أكسجين بيقدر بيشتغل عليها على 15 يوم تكن انتهى من وباء كورونا وبيرجع بيرد لنا إياها طبيعي. كمان في عنا الفرق اللي عم تهتم مثل ما سبق وقلت بدور تو دور، اللي عم تطلع تعطي إرشادات وتوعي بالبيوت للأشخاص اللي لازم يطعموا وضروري يطعموا. في عنا السنتر دو فاكسينيشن اللي هو موجود بالسيتي مول، اللي هو يعتبر
وبشهادة الكل من أهم المراكز اللي عم تهتم بالتطعيم. كمان موجود وعم بي وهو من ضمن الصلاحيات الموضوعة بكل مراكز التلقيح اللي حطتها وزارة الصحة. نعم. أنا برجع أكد على أنه خدمة الطوارئ اللي عم نقوم فيها هي خدمة لكل المواطنين، خصوصا خلال مرحلة كورونا نحن في عجزة ما بيقدروا ينتقلوا على المستشفيات أو على مراكز التطعيم، عم ننقلهم نحن بسيارات الإسعاف. نحن رفعنا عددنا من 75 فريق ل 100 فريق تنقدر نقوم بعملية نقل الأشخاص اللي بحاجة لتلقيح، اللي منهم قادرين يتحركوا، اللي عندهم عجز، اللي عندهم مشاكل صحية. بنفس الوقت في أشخاص كمان ما بتقدر تنتقل على المستشفى تتعمل بي سي آر، نحن كمان جاهزين ننقلها على المستشفى إذا أكيد بحالات محددة. بالإضافة لحالات الطوارئ اللي عم نقوم فيها، يعني عم بيكون شغلنا بمخص كورونا شهريا بين 1000 و1700 حالة. نعم. حسب شو هي الخدمة اللي عم نقوم فيها. فعلا عن جد مجهود جبار تشكروا عليه أليكسي نعمي مع كل فريق العمل. قديش بتعانوا من انقطاع البنزين وغلاء المحروقات، ويعني أوقات يمكن وقتها يعني مثلا هلأ الترومبات البنزين بين امبارح واليوم ما عم بيعبوا كلهم، وانت مضطر تظهر بسيارة الإسعاف، شو عم تعملوا؟ لا كتر خير الله، الأمانة العامة بالتنسيق مع القطاعات المعنية وخصوصا قطاع الإسعاف، عم بيكون في عنا تنسيق مع المحطات. عم نتعذب شوي بس مش قد المواطنين العادي، عم بيكون في أولوية للسيارات الإسعاف تنقدر نعبيهم تنقدر نقوم بالخدمة. يعني بكل الأزمة اللي صارت كتر خير الله ولا مرة قدرنا قصرنا مع أي مصاب أو مع أي مريض، كنا عم نلبي الواجب إلى أبعد من الواجب مثل ما بيقولوا، هذا الشعار اللي احنا نتمثل فيه. لا نحن جاهزين أي نداء طارئ. الفرق المتخصصة لكورونا عم بتقوم بواجب كورونا، الفرق المتخصصة للطوارئ العادي عم بتقوم بالطوارئ العادي، حتى مراكز الإسعاف على التزلج، يعني عم نكون متواجدين بكل المحلات بمحل ما لازم تكونوا موجودين. بدي أرجع أليكسي زكي بأرقام التليفون يلي كمان الخط الساخن يلي استحدثتوه كرمال موضوع كورونا، فينا نزكي بأرقام تليفونات صليب الأحمر أبون معرض. خط الطوارئ هو 140. نعم. خط المجاني لكل الاتصالات لكل النداءات الطارئة. الخط الساخن اللي هو خط ال 1760 اللي هو الخط نحن بنعتبره ساخن للمواطن، بس هو خط بارد لتلقي إرشادات إذا عندهم مشاكل صحية، إذا بيحبوا إنه ما عنده إمكانية ينتقل على المستشفى بده حدا يتابعه بالبيت، هذا الخط بيكون متواجد عليه طبيب بيقدر يساعده فيه. نعم أليكسي نعمي شكرا من كل قلبنا، يعني بقلب كبير وبفخر كبير بنحيي الصليب الأحمر اللبناني بإدارته وأمانته العامة، متطوعينه مدراءه والأفراد عن جد بتكبروا القلب. وجودكم حد الناس بأكثر من محطة وأزمة عانى منها لبنان، وما أكثر الأزمات اللي عم نعاني منها، أثبت لنا عن جد راحة وأمان وشعور بالأمان كبير، وبعتقد أبعد من الواجب شعاركم حقيقي كتير وعم نلمسه. شكرا أليكسي نعمي، تحيتنا لكم جميعا. بتابع صباح اليوم مع فقرة مش غلط مع المهندس عماد سالم. بونجور، كنا بلشنا بالحلقتين يلي مرقوا خبركن عن شو دارج بالهندسة الداخلية لسنة 2022. خبرتكن عن 6 ترند يلي هن زن انتيرير، مالتي فانكشنال سبيسز، ناتشرال ترافيرتينو، كيرف فرنتشر، ريترو ريفايفل يلي راجعة بقوة، الهاند ميد بيسز. وهلأ رح نكفي مع ترند السابع يلي هو المينيماليزم. المينيماليزم أو البسيط القليل إذا بدي ترجمها صح، دايما كان له محله بالانتيرير ديزاين، بس بسنين الجاية هيدا ستايل رح يكون الفوكس لكتير عالم حبين يغيروا ديكور بيتهم، ورح يكون أفضل ستايل بال 2022 طبعا لجماليته، خطوطه الواضحة وقلة العجقة يلي بتناسب أحجام البيوت الجديدة بعصرنا. فلما نحكي مينيماليزم فنحن عم نحكي عن استعمال الأشياء والمفروشات الضرورية لأستعمالاتنا اليومية. فإذا مينيمال ديكوريشن، فانكشنال فرنتشر وكلين رومز. هلأ ما بدنا نخلط بين المودرن كول ستايل والمينيماليزم الدارج هلأ،
فالأول بارد، بينما المينيماليزم زدنا عليه ألوان دافية وورم باليت، إن كان بألوان الماتيريال أو حتى بالمفروشات يلي عندها شكل أكتر أورغانيك. وأهم شيء صار عندنا توازن منه سيمتريكال، فخلقنا سبيسز أكتر فريندلي وأطفى. ورح أبقى أخصص حلقة عن المينيماليزم وورم لأنها رح تكون ترند لكذا سنة لقدام. وبما أنه عم أحكي عن الدفى رح أنتقل للترند الجديد لهالسنة اللي هن Colors Inspired by Nature أو الألوان المستوحاة من الطبيعة. فإذن الألوان النيوترال الدافية مثل الرمادي الغامق، العاجي، البني والبيج هن رح يكونوا التوب فيفوريت بالهندسة المعاصرة السنة. رح نستعملهم على الحيطان وعلى أصغر أكسسوارات مثل الكوشنز، الباد شيتس وحتى على الفاز. من الألوان المحببة اللي رح نشوفهم كمان هن من الطبيعة مثل الأخضر، الأخضر الزيتوني، أخضر ورق الشجر، الأزرق الغامق، البريك والتراكوتا. فالباليت تبعنا رح يكون هدفها تخلق جو من الراحة والسكون. وهلأ البولد and statement wall، تركيز على element معين والكونتراست هن من أساسيات الهندسة الداخلية. فالترند هاي بتهدف أنه ننقي اريا وتكون الفوكل بوينت بالغرفة، يعني النقطة المحورية لبيتنا. فأما منستعمل لون قوي أو نلجأ لتلبيس الحيطان برخام أو خشب، وليه لا بورق الجدران يلي رجع يدرج بقوة هالسنة ويكون عنده انطباع قوي. وكتير دارج فكرة نخلق حيط يعبر عن شخصيتنا، خاصة بغرفة عادة منسية مثل الحمام أو قلب الخزانة أو غرفة الملابس. وآخر ترند لهالسنة هي حكيت عنها قبل، هن اللايت وودن فورنيتشر. فبالنسبة للون الخشب الدارج لل 2022 فهو أكيد اللون الفاتح. فإذا منحب أرضيات الباركي مثلا، فاللايت كولرز رح تضوي المكان بطريقة طبيعية، وهيدا منسميه الفيرساتيل شيدز، يعني فينا نمزجه مع حيالا ستيل ديزاين ولون. بالإضافة للون الخشب الفاتح بالأرضيات كمان دارج كتير نشتغل على اللاي أوت تبع الباركي، فدارج الأشكال الهندسية على الأرض أو الهانينج بون، وهيدي رح تكون خيار كتير حلو للغرفة خاصة مع المينيماليست ستايل، كتير رح تلفت النظر بالآخر. بالإضافة للون الخشب الفاتح بالأرضية كمان دارج كتير نشتغل على اللاي أوت تبع الباركي، فدارج الأشكال الهندسية على الأرض أو الهانينج بون، وهيدي رح تكون خيار حلو للغرفة خاصة مع المينيماليست ستايل، كتير رح تلفت النظر. بالآخر بتمنى تكونوا حبيتوا هالموضوع يلي كان على 3 حلقات، وفيكن ترجعوا تحضرون على صفحة التلفزيون الجديد على يوتيوب أو على صفحتي عماد سالم ديزاين فيسبوك وإنستغرام. نرجع إليك ماجي. شكرا عماد. بهال3 حلقات بينتهي التسلسل يلي عملته بالحلقات للترند للدارج بال 2022. اكيد بيقدروا يتابعوا كل التفاصيل عبر مواقعك على التواصل الاجتماعي. بريك ومنتابع صباح اليوم. بهلا وقتها لليوم معي دانيا دبيبو عبر تطبيق الزوم. صباح الخير دانيا وسلامة قلبك. بونجور. كيف صرتي؟ عم بدعي ما تجي العطسة بالانترفيو. سلامة قلبك. الله يسلمك، كيفك؟ الحمد لله. Thank you. دانيا اليوم عم نحكي عن موضوع هيك مهضوم، عن موضوع الكذب أو الكاذب، الكذبة البيضة والكذبة السوداء، ما بعرف إذا موجودين هودي الكذبات. أول شيء خليني بلش، في كذب هيك تقيل وفي كذب أبيض مع عليه بيمرق؟ هو شوفي الكذب أنواع، يعني الكذبة البيضة هيدا كلنا منكذب، بيقولوا لك في معدل كل شخص بيكذب له شيء 3 كذبات بيض بالنهار. نعم. يعني انت اذا الواحد سالك كيفك ماجي وقلتي له انا منيحه الحمد لله كثير منيحه، وانت من جوا بالمره هي كذبه يعني. سو اذا حدا جاب لك كادو يمكن ما تعجبك الكادو تقولي له يي بتجنن ثانك يو هيك. سو هذا الكذب الابيض بخلي الكذب هيك المجامله البسيط.
ايه بخلي علاقاتنا بالمجتمع منيحه، لان اذا الواحد كثير صريح مرات يعني هيدي الكادو اذا قلت له للشخص انه يي لا ما بعمل هيك ما بحب هيك انا تجرحه بيكون هو عامل جهد. سو لنسيسر امورنا كثير مرات منكذب كذب ابيض وهيدا نحن بنعملها وغيرنا بيعملها. المشكله وين بتصير لما في ثلاث انواع كذب اللي هو اللي بدنا نحكي عنهم الكبار. مرات في كذب كبيره ثقيله بيطجنا واحد خبريه اللي بتكون يعني مقصودة أو مش مقصودة اللي مغايرة للحقيقة. لا في ناس بتفبرك حقيقة وفي ناس بتخبي حقيقة. هيدي إذا الشخص كتير نحن قراب منه بتهزنا كتير ومنصير منبطل نوثق فيه للشخص. في الكذب اللي مرضي يعني بتشوفي ناس مرات اللي كل الوقت بدهن عم بيفشطوا هيدا الفناص اللي طير فيولي بنسميه بيحكوا قصص اللي مبالغ فيها ممكن تكون قريبة من الواقع بس بتحسي يا عمي في شيء بهرة هيك فيها دايما ملح وبهار كثير. لا ودايما بتصير نمط. سو هيدول بنسميهم بالانجليزي pathological liar الكذاب المرضي. وفي الكذب الثالث اللي فيه نوع من الاحتيال اللي منشوفه عند النرجسة اللي منشوفه عند اللي بيرتكبوا جرائم سرقة اشياء هيك احتيال ليخدوا مصاري مثلا او شيء. هولي يعني الثلاث انواع regardless يعني بيهزوا للواحد يمكن بدرجات متفاوتة وحسب قدي عم نتأثر فيهم هول الكذب. طيب أوقات كتير مثل ما قلتي هيدا خاصة نوع الكذب اللي فيه احتيال أو فيه يمكن ملح وبهار شوي منلاحظه هيدا التفشيط. بس كيف منلاحظ أنه شخص عم بيكذب؟ يعني هيدا شخص محتال في عوارض للكذب للكذاب؟ في علامات للكذب. هلا اذا بتطلعي في كثير ابحاث بيقولوا لك انت الكذاب فيك تقفريه يمكن من حركات جسمه. الكذاب اللي ما عنده خبره اللي ما قاصد كثير مثلا ما معود على الكذب يمكن بتحسيه ببلش بهز ببلش بيبرم بعيونه شوي بيرمش بيتقتق بيتلعثم هذا ما معود بيكون على الكذب. سو ممكن تقري انت بلغه الجسد بتاعته. في ناس بيقولوا انه اللي عم بيكذب عليك ما بيطلع فيك بصير بيطلع بيزيح بعيونه. بس منا هول المعلومات كتير مزبوطه لان الكذاب المحترف اللي قاصد يكذب مرات بيكون عم بيطلع بعيونك وعم بيطجك. سو هيدا ما فيك تقفريه بسهوله. اكثر شيء استنتجنا يعني والدراسات انه الكذب بتقفريه من تناقضات الحكي يعني بتكوني كتير منتبهه على سياق شو عم بينقال ولما بتبلشي بتجمعي ادله انه يي عم بيقول هيك بس انا شفت هيك في ادله مرات ملموسه او في حدا بيخبرك غير شيء. سو هولي بتصير بتنفضح هول الكذبين اللي يعني هولي اكثر شيء بيدعموا انه لا هيدا الزلمه عم بكذب. سو ما كثير نتكل على لغه الجسد مرات ما بنقدر نقرا. في ناس محترفين كذب يعني ايه وفي ناس بيصدقوا حالهم يعني قد ما بيكونوا عايشين الكذاب. شوف بالسياسه يعني اذا بتشوفي شو عم بصير يعني بيبقوا كثير مندفعين وعم بيحكوك انه لا هيك وهيك وهيك. طيب ونحن بنكون مرق علينا فيديوهات اللي قايلين العكس تماما يعني. سو بتحسي انه طب شو بدي صدق بعد؟ صحيح هيك في ناس كثير خلص بتبطل تسمع. صحيح بتبطل تسمع. في ناس بينوصموا دانيا بالكذب يعني في ناس يعني مثل ما قلت بكذبوا بحياتهم اليومية لمية سبب وسبب يمكن للاحتيال يمكن ليزوروا شيء أو يمكن ليلفتوا نظر أو يعملوا من حالهم قصة. هول كيف لازم نتعامل معهم؟ شوفي كل واحد بطريقة. إذا بدنا نحكي مثلا على الكذاب المرضي إذا بتلاحظي حدا من اللي حواليك عنده هيدا الكذب المرضي يعني هولي بدك تشفق عليهم لأن الدراسات بتقول اللي عنده هيدا الكذب المتكرر المرضي اللي صار نمط في تركيبة دماغهم مختلفة عن الإنسان الطبيعي كتير خلاقين يعني ما حطتلك بالتفاصيل شو في غير بس عن جد شي مرات ما بيكون بإيدهم وهيدا بتكون خلفياته يعني هو عم بيكبر هو وصغير كان الكذب طريقة لحتى يقدر يعيش بحياته يمكن عنده أهل كتير قاسين ما كان يقدر يساوي اللي بده إياه غير إذا كذب. سو بيتعلمها نمط. وفي ناس يعني بتصير بتكذب لحتى تحس حالها أنه هي أحسن بيكون عندهم يا superiority complex مفكرين حالهم هن شي وهن ماشي. وفي ناس عندهم عقدة نقص اللي لحتى يعلو من نفسيتهم يعلو
خلوا هالإيجو شوي، بيصيروا عندهم هيدي الحب انه فبركة القصص ليلفتوا نظر ويحسسوا حالهم انه هن مهمين. هول اشخاص يعني بدنا نشفق عليهم، ويمكن مرات كتير احسن اذا شخص ما كتير بتعرفيه انه خلص بس تشوفيه بلش يطيروا يا قصري قولي له معلش مشغولي ما قادره اسمع القصه هلا روحي. او مرات بدنا يعني ناخذها شوي اذا حدا صرنا كثير معودين ناخذها بشوي نكته ونبز عيون انه لا هيك صار يحرق حريشك، ليه حسيتك هيدا فيل يا بينوكيو عم بيكبر من خارك، ناخذها بالمزح مرات بس نقول له اغلب بس ايه فيك تقولي له بس مش رح يسمع، يمكن هيك ينتبه هو انه لا عم ينفضح، بس اغلب الوقت هن قد ما عايشين بيكونوا ما بيصير لحتى يدافع عن حاله بيكذب اكثر واكثر واكثر. هلا المحتال اللي يعني وهي بنشوفها كثير بالعلاقات الرومانطيقيه، يعني بيكون في لتسي شخص اللي كثير نرجسي او انه بده يوقع بنت بغرامه ببلش عم بكذب ببلش عرفتي يعمل اشياء، هون لما هالبنت بتنتبه انه لا في احتيال بالموضوع في اشياء الافضل دغري تفركها بدون ما انه تعطي انه انا مواجهة حتى ما ضروري ابدا نثبت لحدا انه نحن ذكية واكتشفنا الكذب، نسحب حالنا من الموضوع احسن. هلا مرات بيكون واحد وقع مع حدا محتال وفي قصه مصاري وما مصاري، هولي لا بده الواحد يكون يواجه لياخد حقه اذا في حق ويكون مستند على الادله. نعم. بالنسبه للاشخاص اللي عم بتكذب عليك مره واحده، يعني اللي ما بتحسيون عنده النمط بس طجك خبريه اللي بتكذب، هلا في ناس كمان بيكون رد الفعل تاعهم ليه عم بتكذب علي ما انت قلت هيك مثلا ما انا عرفت قالوا لي هيك، هيدي الحدية حتخلي الشخص الثاني يصير يجرب يدافع عن حاله ويشعر بالخجل ويشعر لأنه الكذاب بدنا نفهم أنه هو عم يجرب يحمي حاله مستحي كتير حاسس بالخجل الحقيقة ما قادر يواجهها. سو يعني مثل إذا شي شاب قال لهم لأهليته نجح بالجامعة بس هو صائت مثلا، سو هون أنه نجي نواجهه ونصير نكسر عليه ونتهمه أنت كذاب هيدي حتزيد المشكلة أكبر. So, الأفضل لما نكتشف في كذبة كبيرة إنه قد ما فينا نجرب نروق حالنا نهدى شوي ونجي نفتح حديث معه حوار مش نفتح مواجهة نفتح حديث حوار لنفهم ليش هالكذبة عملها شو اللي صاير معه، نحاول نفهم ونستعمل أسلوب إنه أنا بس بدي أفهم لأن أنا بحس إنه طالما هيك نقال هيك خبرية أنا ما بعود صدق بصير يعني مرة بدي أسأل حالي كل مرة يا ترى هيدا مزبوط مزبوط أو خبرية مش مزبوطة، نحكي نحن كيف منحس لما انكذب علينا ونشوف هو شو عم بيقول لما عم نحكي بأسلوب إنه أنا بدي أفهم ومستعد أتعاون، هيدي كتير بتخفف وقع على اللي كذب هيدي الكذبة. وأهم شيء يعني نعرض إنه نسامح بالنهاية، يعني ما فينا نضلنا مع انه بدنا فترة كتير لنعيد بناء الثقة هاي وناخد منه عهد لهالشخص انه خلص يصير يقلنا الحقيقة لانه نحن بنقدر نتعامل مع الحقيقة، نعلمه كيف الواحد يواجه الحقيقة بدون ما يضطر يكذب. كتير مهم اللي عم بتقوليه دانيا، خصوصا اذا هود الناس هن قراب منا، يعني شريك الحياة، ابننا، بنتنا، خينا، يعني هول الناس بدنا نرجع يعني نعيش معهم الحياة وما لازم ندمرهم، يعني هيدي الثقة ما لازم تكون هيك مزعزعة كل الوقت. دانيا ممكن أهل يربوا ولد يطلع كاذب بطريقة غير عن قصد؟ نعم نعم، لما الأهل مثل ما قلنا يعني بيكونوا كتير قاسين مع الأولاد ما في حوار معهم ديكتاتورية بالتربية أسلوبهم بيخوف في عيط في صريخ في ضرب، لما إذا الواحد بيغلط ما هو تعب الولد بده يغلط بس إذا حياكلها قتلة من بعد الغلطة بده يكذب بده يكذب
أو إذا مثل ما قلنا بسن المراهقة يعني إنه صار وبعدهم هالأهل شديدين عليه ما عم بيغطوا ويعطوا معه يشوفوا هو شو بده في ظهرة معينة، سو بيتعلم هون الولد إنه بده يحمي حاله، بده يفبرك حقيقة لحتى ما يأكلها هالقتلة، لحتى ينسمح له يظهر مثلا. سو هون الأهل إيه بيكونوا عم بيعودوا ولادهم عن غير قصد إنه يكذبوا لحتى يهربوا من قصاص، يهربوا من يمكن مسؤولية، يهربوا من قتلة. سو ايه في واجب على الأهل هون إنه دايما يفتحوا الحوار ويفسروا إذا هن معارضين شيء، يفسروا ليه معارضينه. إذا هن عم بيشددوا على الدراسة يقعدوا يقولوا له للولد يعني أنت إذا بدك تدرس بدك تدرس لإلك مش لإلنا مثلا. سو هون يعني يصيروا يجربوا يوصلوا لعقليته لهالولد ويشوفوا شو مخاوفه، شو اللي عم بيصير معه لحتى مثلا عم بيقصر لحتى بده يظهر. سو هيدا الحوار دايما هو بعتقد الوسيله بالتربيه الصحيحه. نعم، لانه دايما في اسباب، يعني مش هيك الانسان بيكذب أو الولد يعني على الأقل، يعني دايما عنده أسبابه، يعني ما ضروري تكون الأسباب هي السليمة بس عنده أسبابه على قد ما بيفهم. هل في شخصيات دانيا يعني ممكن هي ما بعرف إذا بدي أقولها شخصية كذابة، يعني ما بعرف إذا في شخصية كذابة هيك بالحياة، بس هل بنقدر نبني الثقة مع شخص كذب علينا؟ ما هي كم مرة كذب هيدا السؤال. في شخصيات ايه كذابة، هيدا مثل ما قلنا موجودة. في النرجسي هلاك التعامل معه لأنه بيعملوا شيء اسمه جاز لايتنج، يعني هيدا بكذبك عينك بنت عينك وبغير وقائع لحتى يخليك تفكر انك انت الغلطانة. صحيح. سو ايه يعني عنده هيدا النمط وما بيحس معك، ما بيحط حاله محلك. اذا عم بكذب بيكون هو عم بيشوف مصلحته بس، ما عنده تقدير، يعني هو ابدا التعاطف منه موجود عنده. سو ما بيعرف انت كيف ممكن تحسي لما بينكذب عليك. في كثير ناس بيصيروا بياخدوها شخصية انه اي انا مفكرني هبلة من شان هيك عم بيكذب علي، او بيصيروا فعلا بيصدقوا انه هن مثل ما عم يتهمون فيه انه هن ما بيعرفوا او هن مقصرين او هن هبل او كذا. سو هون يعني منقول دايما التعامل مع النرجسي مهلك مهلك، لان لحتى تضلك تقنعي حالك ان انت منيحه والمشكله فيه بدها كثير جهد وطاقه، ومرات كثير بيكون صار فيه خلص دمج مثل ما بيقولوا، صار فيه شيء عم ينكسر فيها للست مثلا اللي بتكون مع انسان نرجسي. سو دايما النرجسي بدنا نهرب منه اذا فينا. الافضل عدم المواجهه وكل حدا يخلص حاله 100%، لانه هي الشخصيه مثل ما عم تحكي يعني هو شخصيه مرضيه ما رح تتغير. في ناس بيفكروا انه فيهم يغيروه للشريك النرجسي، ما بيتغير. لا لا ما بيتغير، وهذا لازم نضلنا نذكر حالنا فيه انه ما نحن حنعالجهم نفسيا. في اشخاص حتى اللي عنده الكذب المرضي ما حنقدر نحن كمان اللي نكون عم يعني نشفيهم من هالكذب المرضي. هو بدهم متابعه مع مختص. وحتى بتعرفي لما بيجينا حدا عنده كذب مرضي نحن بنتلبك، لان كمان بيكذبوا علينا بالمواعيد بالشو عم بيخبرونا اشياء، يعني كثير بنبقى عم نشتغل معهم على حذر انه كمان طب يا ترى هيدي مزبوطه اللي عم بخبرني اياها او لا. في حدا دانيا بيعترف انه هو عنده كذب مرضي وبيروح بيتعالج؟ يعني بيعترفوا عاده هالاشخاص؟ لا، لان مرات كثير ماجي هو اللي بيصيروا عم بيخسروا ناس من حواليهم، يعني اهاليهم بيصيروا خلص عم بيقولوا لهم انا ما بقى صدقك، روحي شوفي حدا اشتغلي على قصه هيدا الكذب. بعلاقاتهم العاطفية كمان لما بيكتشفوا عم ينسحب هيدا الشخص، فبيلاقوا حالهم عن جد مورطين. هيدا الوقت اللي بيصيروا بيجوا لعنا فيه ليشتغلوا على قصة الكذب، وهون بنشوف شو اللي عم بخليهم يعني يكذبوا. ليش طيب بدكم تفرجوا انتو حالهم بصورة اللي ما انتو أبنية؟ تعرفي ماجي الشخص المرتاح ما عنده شيء يخبيه، ما يعني حتى عيوبه بيصيروا بيحكي فيهم وبيضحك انه والله انا ما عندي صبر. انا وحده بيطلع خلقي بسرعه، بعرف حالي. منهم
بحاجة إنه يفرجوا لغيرهم صورة اللي منهم هن حقيقتهم. هول كثير عايشين مرتاحين، بيقولوا لك يعني أنت لما بتقولي الحقيقة دايما عن جد بتكوني مرتاحة. هيدا الكذب بده جهد، بده الواحد يكون عم بيفكر بالمخارج إنه إذا قالوا لي هيك بقول لهم هيك، هيدا اللي يعني عم بيكذب كذبة وحدة. نعم. المرضي اللي عنده الكذب المرضي خلص معجون، صارت قصة فبركة الحقائق كتير عايشة، ما بينتبه مرات انه عم بيكذب، حتى هو بيفكر حاله انه مش كذاب وبيصدق حقيقته. ايه 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 بيصدقوا حقيقتهم. وبتعرفي هن الكذب هيدا بيعيشهم شوية إثارة، بيكون ناقصهم إثارة بالحياة وناقصهم انتباه. ايه بدهم حدا هيك يتطلع فيهم، بدهم حدا يكون عم يسمع على القصة وهو مندهش مثلا. نعم. بس انه قديش فيكي تتحملي انت تسمعي قصص خرافية؟ يعني هيدا اللي اخر شيء بداية، انه ما فينك ما قلنا جلادة كل الوقت انه نسمع هيك شغلات. نعم. سهولة بيضيقوا الخلق، يعني اوقات كثير بتكون عقدة نقص مثل ما قلت دانيا، لفت للانتباه والاهتمام بيكون عنده هالشخص نقص، بصير يألف اخبار عن حاله او حتى ليجذب النظر بيعمل حاله اوقات انه مريض. يعني في بعض الناس بيكذبوا حتى بهالقصص ايه لحتى يلفت نظر، لحتى ياخذ انتباه وبيعيشها. وهي هيدي بقصة الكذب المرضي، يعني بصير عرفتي إذا بتقلي له شيء أنت لتلفتي له نظره أنه في شيء ما عم بفهمه، بصير بياخدك على منحة تاني لحتى يغطي الكذب الأولانية. صحيح. سو بصير بيزيد. مشان هيك مرات بتحسي ما في جدوى قد ما تكوني عم بتجربي معه أنه تفرجي يا عمي عم بشوف تناقضات، أنا ما في جدوى إلا حيلاقي لك سبب لحتى يطلع منها هيدي لفت النظر. نعم. سؤال أخير دانيا، ما بعرف إذا حقيقي، بتقول يعني بسمعوا أوقات كتير بيقولوا أنه الرجل هو صاحب شخصية نرجسية أكثر من المرأة، بيكذب أكثر من المرأة، يعني هل هناك إحصاءات بتقول إذا الرجال أكثر من النساء؟ مزبوط كنرجسي؟ ايه الدراسات بتقول الرجال نرجسية أكثر من الستات، بس منلاقي ستات كمان عندهم هيدي النرجسية، بس مزبوط إن الرجال أكثر، لأن كمان اللي عندهم اضطراب شخصية منسميهم السوسيوباث والسايكوباث واللي بيعملوا جرائم يعني وهيك، ايه عدد الرجال أكثر بكثير من الستات. سو ما بعرف إذا بيقولوا الكذب ملح الرجال. صحيح هيدا المثل مزبوط، ما كنت بدي أقوله علنا يعني للأسف، بس والله في رجال أحليهم في صراحة أكيد طبعا ما بدهم يظلموني يعني طبعا طبعا طبعا، بس عم بحكي هيك علميا. شكرا دانيا البيبو على هالإطلالة، سلامة قلبك، إن شاء الله نشوفك أربعات الجاي بالاستوديو. أهلا وسهلا فيك. بريك وبتابع صباح اليوم. تابع صباح اليوم بهلأ وقتها بدي استقبل عبر تطبيق زوم مباشرة من مستشفى بيروت الحكومي الجامعي الكارنتينا مديرة عام المستشفى دكتورة كارين صليبة. صباح الخير دكتورة صليبة، يعني تكون العافية. بونجور. حتى الكمامة طالعة مباشرة من المستشفى، حد كناس أكيد ما هيك؟ وانا لا هلا بالمكتب، فت شوي لجوا لقدر احكي معك. نعم. عجقه كثير برا، ما هيك وعجقه البي سي ار هي اللي كدني، ما بخبرك عجقه البي سي ار قديش عنا عالم على البي سي ار. نعم هلا كثير ما هيك، يعني ازدحام امام المستشفيات على البي سي ار. موجه البي سي ار كثير. نعم. موجه كثير كبيره وما له رزمه، عم بيطلع كثير بوزيتيف فعلا، ازدياد عدد الاصابات بيخوف، عم بيطلع كثير. نعم. بخوف مزبوط دكتورة صليبة. أكيد فبقى. أكيد عم دوي معك اليوم على نقطة كتير أساسية ومقلقة، وفعلا يعني بعرف قد ايه انتم عم بتعانوا منها، شفنا اكثر من مسؤول يعني معك بالمستشفى عم بيوجه صرخه ونداء لحاجات مستشفى الكارنتينا الحكومي، خصوصا بالنقص بالطاقم الطبي بالممرضات بالتحديد، ويمكن اكثر واكثر بيوجع القلب هو بقسم حديثي الولاده الاطفال يلي عم يخلقوا جديد. اول شيء بعد انفجار المرفأ طمنينا، يعني شو اللي تحسن بالمستشفى، شو بعد ناقصه، قد ايه بعد يعني عنده حاجات ما قدرتوا أمنتوها؟ نحن بعد انفجار الدور صراحة مثل ما عرفتوا تهبط المستشفى على الآخر، ما بقى شيء فيه أبداً.
نعم. رجعنا بقوة الله، بقوة هالجمعيات ساعدونا كتير. وأول كانت الدولة السويسرانية رجعت عمرتنا طابق البيدياتريك، هو طابق الأطفال وحديثي الولادة. نعم. ورجعنا تقريبا بعد 6 أشهر من مرفق البورت، بعد 6 أشهر تقريبا رجعنا قدرنا فتحنا الطابق وقلعنا. هلأ هيدا الطابق هلأ صار كتير مهم هلأ وجوده، لأنه صارت العالم أغلبيته ما بقى معها مصارى تروح على المستشفيات الخاصة صراحة. هلأ عم نستقبل من كل لبنان، جنوب شمال من كلهم، لأنه في عنا طلب كتير كتير قوي، لأنه العالم ما بقى معها مصارى. بتعرفي نحن هون نستقبل حسب وزارة الصحة. صحيح. وبعد أسعارنا، بعد أسعارنا مقبولة أكتر بكتير، وفي كتير جمعيات عم بتساعد. تقريبا عاملين تقريبا شوية عنا جمعيتين عم بيساعدوا هالأطفال، يعني الولد يفوت على حساب وزارة الصحة عنده 10% تيدفعون، في عنا جمعية عم بتساعد هالعشرة بالمية، يعني جمعية عم بتساعد الطفل تيدفع هالفاتورة. الحمد لله. في هيدا 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 اللي حس مش هذا هيدا اللي عم بيشكل ازدحام إذا بدي كل العالم تشيل عنا. وده بيقدر يستوعب دكتورة صليبة، يعني أكيد في يمكن أطفال ما عم تقدروا يعني تاخدون لأسباب. مضبوط. نحن أيام عم نرفض أطفال، مضبوط، وهيدا بشي بوجع القلب. ما بعرف شو عم بيصير، شو مصير هالأطفال اللي عم بنرفض من عنا، يعني معبود بعرف بعدين شي عنه، لأنه أيام نحن بكون الطوارئ مليانة، الخوتي كلها مليانين ما بقى فينا. واللي عم بيسبب مشكل كبير هلأ كمان اللي حضرتك فضلتي وقلتي أنه عندي مثل هلأ لليوم صار عندي 8 ممرضات تركين البلد، يعني قدموا استقالتهم، يعني هيدا كمان بدي خفف اذا بدك الطاقه الاستوعابيه، ما بقى فينا بقى نستوعب مرضى كثير. هلا كثر خير الله احنا امننا هلا 2-3 بديلهم، بس ما بعرف قد ايه فينا نضاين. في كثير اغلب الممرضات عم بيسافروا لبرا، يعني ما حدا عم بيترك تيبقى بلبنان، كله عم بيروح عندك السعوديه، عندك العراق، واليوم خبروني خبريه قال هلا بريطانيا فاتحه كمان مجال كثير كبير كمان للاسمرات، يعني شيء بخوف انه كمان عن جد شيء مؤلم، يعني شيء بحزن، بخوف، بحزن، يعني مرضاتي عم بيصرخوا، يعني وصلت من يومين كانوا في منهم عم يبكوا، ما بقى فيهم يشتغلوا، ما عم بيصير لهم وقت ياكلوا، لأن ما بقى في حدا يريح حدا. كنا تنقول على كل طابق في عندك 4-5، هلا كنا على كل طابق في عندك 2 أو 3، يعني عم بيهلكوا. وهالممرضة عندها طاقة كمان دكتورة صليبة، يعني قد ايه بدها تحكي؟ مظبوط. عنا نحن مرضانا كثير تعبانين، عم تحكي عناية فائقة، مش عم تحكي طابق الأولاد العادي، طابق الأولاد عادي على باز بيقدر يقطع، بس أنت عم تحكي حد عناية فائقة للأطفال وللحديثي الولاد، يعني تقريبا أوقات كل مريض بده أنفيمير وحدة لوحدة تضل معه، تخيلي قديه بين ما تركلجه الأكسجين والريسبيريتر وكل هون، يعني أوقات ما مريض، يعني المرضى ما بتقدر تاخذ أكثر من مريض أو مريضين. هاي المشكلة الكبيرة بالطوابق السبيسياليزية، العناية الفائقة، هول الكارثة الكبيرة فعلا. هون ما فيك تاخذ 1000 مير أكثر من مريضين، أو ماكسيموم مريض مريضين أو 3 ماكسيموم، ما فيك أكثر من هيك. شو صعب اللي قلتيه دكتورة صليبة؟ نحن أوقات بنرفض أطفال لأنه مش قادرين، ما عندنا طاقم طبي وتمريضي يهتم فيهم، يعني قد ايه صعب هالشيء، قد ايه صعب على الاهل الجايين مع اولادهم. انا وصلت لهون، انا بعد ما وصلنا يعني بعدني عم بقول عم دقنا موس الخطر، بعد ما نحن وصلنا عم نرفض اولاد هلا لان ما عندي محل بالطابق. صح. بعد ما رفضت لانه ما عندي طاقه هلا تمريض، بعدني لهلا عم بقول على الليميت هلا. نعم. هالشهر يجي ببين بعدنا على الليميت عم نقدر نخلص محلنا، بس ما بعرف قد ايه بعد بقدر ضاين، في ماكسيمم هالشهر او الشهر الجاي شهرين ماكسيمم، لان بلشوا عم بقول لك اليوم خوفوني انه بريطانيا بلشت تفتح، يعني بلشوا عم بيحكوا الأزميرات بدنا نقدم على بريطانيا عم بيخدوا مدري شو بتاتي بتاتا. بعد لهلأ ما رفضنا، بس عم نرفض مرضى لأن ما في محلات. نعم. وعم نجرب نساعدهم على غير مستشفيات، صراحة كتير صعب تدبري مريض بغير مستشفى، إذا ما قبلتي عندك ولا مستشفى عم نقدر ندبره، كله بيقول لك يا مني قادر، يا مني فاتح طابي، يا ما عندي محل، يا بدي ديبوزيت هالقد. صحيح. مصاري 100 مليون 130 مليون. وزارة الصحة دكتورة صليبة، خليني هيك كمان أدوي على هالنقطة، بعدها عم بتغطي التكاليف، عم بحكي عن مستشفى بيروت الحكومة بالكارانتينا، بعدها عم تاخد المرضى على حساب وزارة الصحة. نعم الحمد لله، يعني لأنه عملنا شيء منيح كمان معالي هلأ معالي كمان عمل شيء هلأ كتير مهم كمان، جبلنا مثل حدا بيدفع، يعني زيدولنا الفاتورة، بدل الفاتورة نزيدها 2.5 زيادة، يعني بعدين ما قبضها تنقول 1000 عم بقبضها 2.5 أكتر زيادة تيدعم المستشفيات الحكومية تنقدر نضلنا نقدر نكمل، لأن أنت بتعرف هلأ نجيب المستلزمات الطبية والأدوية. صح. عم نطلع بالفريش دولار، ما بيقبلوا يسلمونا مثلنا مثل غيرنا، ما بيقبلوا، كله بده فريش دولار، ونحن بعد أسعارنا على الليرة اللبناني،
لو كتر خير الله عم بيجينا شوية مساهمات. هلا كمان عملنا مساهمة مع علي عم بيقدر شوي يساعدنا فنقدر شوي يعني مثل دعم صغير إذا بدنا نقدر نكمل. بس مثل ما قلت دكتورة صليبة هيدي مساهمات اسمها، يعني هيدا مش الدعم الحقيقي اللي لازم يكون للمستشفيات الحكومية في لبنان. مزبوط 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 مزبوط، بس هيدا يعني اللي عم نقدر نحصل عليه. نعم. كتر خير هلا أحسن من بلاش، بس أكثر من هيك ما في. ما نعم. معك حق معك دكتورة صليبة، هل بتلوم الممرضات إنهم عم يتركوا لبنان ويروحوا؟ لا ما بلومهم. لا ليكي ما بلومهم لانه عندهم عيال وبدهم يدعموا اولادهم، عم يصلوا لوقت ما عم بيقدروا يدعموا اولادهم. عندهم مثل يعني مثل كل العالم عندهم مدارس عندهم اولاد منين بيجيبوا. انا ما بلومهم ابدا، لا حرام ما بلومهم ابدا، بفهمهم بس انه بزعل، عندي زعل انه وين اخرتها. بس انه شو كيف بدي اذا المرضى ما معها تدفع، اذا ما عاش تعرف قد ايه معاش المرضى هلا بالمستشفيات الحكوميه؟ قد ايه؟ اعطيكي فكره، 1,800,000 بيجيها مع الدي بلازما مع بدل النقل ما بتوصل للمليونين، مليون ومشو بيعملوا لها مليون. انجأ بنزين عم نساعدهم تقريبا كثير بالقرار تبع ال تما يجوا يعني كثير. نعم يروحوا يجوا تما يجوا كثير، عم نقدر نشغلهم اوقات يعني 12 ساعة اذا بنقدر، مع انه هيدا مش كثير مستحب بس عم نقدر شوي تنخفف عليهم شوية البنزين لا اكثر ولا اقل. بس ما يعني مليونين شو فيها تعمل اذا عندها اولادها اذا هي مسؤولة عندها مدارس كيف بدها تعيش؟ يعني انا افهمهم صراحة، لا ما بلومهم كثير، لو قلبيا بلومهم بقول لهم ما بيصيروا بتتركونا وهيك. صحيح. اطولوا بالكم البلد بيقطع وبدها بقولوا لي مثلا قد ايه بدنا ننطر، بعد صار لك قد ايه بتقولي لنا انطروا انطروا انطروا. فعلا بقى ما بعرف اخر فعلا يعني دكتورة صليبة اليوم عم تدقي ناقوس الخطر ونحن وياكي عم نضوي عبر عفوا عبر الجديد على هالموضوع المهم يلي يعني مش بس مستشفى الكارنتين عم بيعاني منه، الكتار من المستشفيات عم بتعاني منه. برأيك نحن لوين رايحين؟ هل ممكن شي مرة ينرفض مريض أو 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 ما بعرف طفل لأنه ما عنا ممرضين يهتموا فيهم؟ إذا هيك ضلينا رايحين أكيد 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 واصلين لكارثة. أنا ما بسترجي فكر أكيد، يعني ما بدي أقول لك إنه في أشياء ما فيك تحكيها، بس أوقات ما عم نلاقي دواء نقتل حالنا اوقات بنستعير. يعني انا في مستشفى من اكبر المستشفيات دقت لي هذيك جمعه لاخذ دواء من عندي، استعينت بدواء قالت لي بليز عندي مريض تعبان بدي هذا الدواء وعطيته اياه وعلى اساس يرجعوا لنا اياه هالجمعه. يعني تخيلي قد ايه عم نوصل لوقت دواء ما فيه، اكيد رح نوصل لهالوقت اكيد ان شاء الله مش بالقريب العاجل، بس ما بعرف قد ايه بعد. شو صعب دكتور صليبة يعني عن جد ما كنت متوقعه، يعني عارفه يعني وقت طلبت انه نلتقى فيكم نحكي عن هالموضوع ما كنت عارفه انه هالقد الوضع صعب وخطير. مستشفيات عم تتبادل الادويه، عم تتبادلوا بين بعضكم الادويه. اوقات بنعوض شغله بنساعد بعضنا، اوقات اكيد اوقات مريض ما فينا نستقبله من دقه غير مستشفى بشرفك فيك تستقبله عندك، شيء كثير بنتساعد مع بعضنا لنقدر نقطع هالازمه. اوقات اكيد اوقات في مريض ما بقدر استقبله عندي، عندي مريضه مثلا ايام بكون ما عندي هالطابق، ما عندي عنايه فائقه، ما عندي او شيء كورونا، بنبعته لغير محل. يعني بنلبي بنستعين ببعضنا، عم نساعد كثير بعضنا، عم نساعد بعضنا، عم نساعد المريض كثير بهال 10% باللي بده يدفعهم فروقات وما بيقدر، عم نساعده بالجمعيات. يعني عم نجرب نقدر نساعد بعضنا كلنا سوا تنقطع هالمحنه فعلا باذن الله. دكتوره صليبه شو اكثر المستلزمات اللي ناقصتكم كمستشفى او الادويه؟ يعني اياها اكثر شيء عم بتضلها مقطوعه؟ من كل شيء ما فيك تقولي، في من كل شيء. يعني بينقطع هيدا الصنف بيرجع بيجي بعد جمعتين ثلاثه بينقطع غيره، عرفتي كيف؟ هلا مثلا هلا ببريود انا هلا اليوم هلا مثلا اليوم بتقولي لي كتر خير الله عندنا كل شيء، بس كله عم بيتأمد بمصاري فريش دولار، هيدا الأول أغلبيته بدك تدفع فريش دولار لتقدر تلاقي الدواء، إذا نعم. المستلزم أو الدواء. بعدين مثلاً كثير عم بيدعمونا بالمازوت، في عنا الـ UNHCR دعمتنا بالمازوت، كثير وفرت علينا مازوت للموتورات، لأنه كهرباء كمان نحن مثل غيرنا ما فيش كهرباء، مش لأنه مستشفى عندنا كهرباء أبداً. عندي جمعة سبت أحد ما إجت الكهرباء، أنجأ إجت، صرفنا مازوت مش طبيعي، اليوم على بكره بعدني معبية 4000 لتر اليوم على بكره. بتعرف شو 4000 يعني؟ 4000 قد ايه بدي ادفعهم؟ كله وعد على الفريش دولار، مجبورين ندفعهم بالفريش دولار. مش انه حتى مستشفى بيأمنوا لنا، ما عندنا حتى كهرباء مثلنا مثل غيرنا على الموتورات، بينتزع موتور بدنا نشتري غيره، يعني ما بخبرك بتعرف اقل قطعة بالموتور قد ايه بتكلف. صحيح. يعني عم نعيش اون اونترين اذا بدك بالفرنساوي سيرفيف، عم نطاحش لنعيش. فعلا مثل كل القطاعات بنقول كتر خير الله احسن من غيرنا. اكيد بدنا نضلنا نقول كتر خير الله، بس صراحه دكتوره صليبه يعني كلام هالكلمه اللي عم نقولها يعني هي ما بتصحح مريض، ما بتجيب له دواء، ما بتامن له علاج او تاخذ بالمستشفى. فعلا مزبوط. يعني اللي عم بتقوليه اليوم مخيف وهيك مقلق، لانه مثل ما قلتي يعني ما فينا نلوم الاطباء والممرضين
على مخدراتهم، لانه هن مثلنا مثلهم كلنا عم نعيش، كلنا يمكن اذا سحلنا فرصه عم نفكر فيها، ما عاد عندنا يمكن سبل هيك انه نقاوم ونبقى محلنا. بس نحن عم نحكي معك كمدير عام مستشفى بحاجه ماسه للمازوت، للادويه، للمستلزمات الطبيه، وللطاقم الطبي التمريضي يعني، والاطباء عندي، والاطباء اطباء اخصائيه. انا عندي طابق الاطفال في كثير كمان اطباء اخصائيه كمان تركوا البلد، كله ترك، ما كمان ما فيك تلوميهم، بقول لك بدي اعيش، عندي عائلتي، عندي ولادي. نحن كثر خير الله عنا شيء، في عنا جمعيه بيرس اسامي بيرس اند بيوند، هي دعم المستشفى كثير عم بتساعدنا، يعني عم نعوز ادويه، وقت عم بيجيبوا لنا ادويه من برا، يعني كثير مدعومين. هيدي كثر خير الله، مش هي عملت لنا بوش كثير قوي للمستشفى، عم تقدر يعني عم بتساعدنا كثير كمان. نعم. ما فيي انكر. دكتوره سليمه، شو اكثر حالات الاطفال اللي بتفوت لعندكم على الطابق محل ما عم تشرحي لنا فيها الازمه الكبيره مع الممرضين؟ شو اكثر الحالات اللي بيعانوا منها؟ في كل شيء، كل شيء للولاد. في كثير الاولاد بيبقى كمان في عندنا كثير رول مال للعمليات، بيبقوا خلقانين مع في شيء يعني خلقه. نعم. بيبقى العمليات مشاكل خلقيه نعم في كثير. وفي كثير عندك بريماتوري اللي بيخلقوا قبل وقته. نعم. عندنا كثير مليان الطابق بريماتوري اليوم، دونك هاد بدهم، بيبقى الولد كيلو او اقل من كيلو، بده وقت، يعني بيبقى عندنا شهرين وثلاثة أوقات الولد تيصير يقدر يظهر على البيت. نعم. يظهر على البيت. نعم. عندنا كثير الأولاد ما بتجي بتقعد عندنا يوم ويومين، أقل ولد عندي جمعتين وثلاثة. هيدي المشكلة، يعني ما بيفضى محل بسهولة، بعدين ما بيفضى محل إلا بتكون بتلاقي اثنين أو ثلاثة دغري حجزوه. طبعا دكتورة صليبة، سمعتك من فترة عم تحكي هيك بحرقة إنه أوقات ممرضة وحدة بتكون على ثلاث أربع أطفال، والطفل أوقات هو بحاجة لممرضة وحدة. إيه لا، بس بتكون على ثلاث أربع، بيكون عندك طفلين مثلا كثير هينين ما بدهم كثير شغل، بيكون ولد بس واحد تعبان. سينو ما فينا نخليك. الو ايه عم نسمعك دكتورة صليبة. إيه لا عم بحكي، عادة المرضى وقت تكون على ثلاث أطفال أو أربع أطفال بيكون ولد واحد تعبان، الباقيين شوي أخف بتقدر تقطع. عم بقول لك بعدنا لهلا ماشي الحال، بعدنا لهلا كثر خير الله ماشي الحال، قدرنا أخذنا كم انفيرمير، بعدنا لهلا صبا، بس بدنا نوصل لوقت هون في بخوف أكثر إنه بعدنا لهلا صبا. برأيك ممكن دكتورة صليبة هالشيء هيك يأثر على نوعية الطاقم التمريضي؟ يمكن أنت إذا بحاجة رح تاخذي يمكن ممرضات عم بيقدموا سيفياتهم، ما عندهم خبرتهم، بس لأنه بدك تعبي فراغ. مزبوط أوقات هيك، بس نحن بعدنا لهلا ما بناخذ انفيرمير، ما نعمل لها فورماسيون، بنحطها يعني شهر شهرين ثلاثة، بتعمل لو كانت مخرج جديد شهر شهرين ثلاثة بنعمل لها فورماسيون، بنحطها بطابق أخف، طابق الأطفال العادي قبل ما تفوت على العناية. بعد الطابق العناية الفائق عندي انفيميرات سبيسياليزي، بعدنا لهلا قادرين مخلصين، لهلا بعض الطاقم ماشي حاله، بعضه مضايع. فاتحين ابواب التوظيف دكتورة صليبة؟ يعني هيك بستغنم الفرصة لأسألك، يمكن كثير صبايا بحاجة لعمل. نحن التوظيف ممنوع عنا، كنت بتعرفي لأنه بالدولة ممنوع، بس وقت اللي عم نعوز بنحكي مع معالي مع وزارة الصحة، بيسمح لنا بنطلب، بس أنا بدنا مرضى أو مرتين أو ثلاثة، بيسمح لنا بناخذهم يعني على الفاتورة، مش كونترا على الفاتورة. نعم. يعني بناخذ موقت شراء خدمة ليرجع بعدين يصير فيه، ويوما ما الخدمة المدنية ومنثبتهم يوما ما. إيه أخذنا كذا انفيمير هيك. نعم. بس أكيد من بعد ما يسمحوا لنا بوزارة الصحة، نحن وزارة الصحة هي وزارة الوصاية، ما بنقدر نتصرف شيء إلا ما نحكي، إلا ما ناخذ الأوكي من وزارة الصحة. نعم دكتورة صليبة تفضلي. نحن بس بدي أخبرك، نحن ناقلين على مستشفى جديد بين الله راد بنيسان، مستشفى 70 تخت. حلو. كنا عم نعمله هيدا قبل الانجاكيد. صحيح. كنت بدي اسالك هل جاهز بيكون؟ نعم. جاهز بنيسان؟ جاهز خلص، اخر شباط بيخلصوا، بيعملوا التستنج تبعه على شهرين، الله راد بنيسان حننقل كلنا سوا اذا الله بيريد، بلشنا نحضر تقريبا، وان شاء الله بوقتها نقدر نلاقي ستاف كامل وانفيميرات. هيدا اللي بدي اقول لك. نعم. هيدا عم نصلي، هيدا انا خوفي من هيدا النهار 100%. الحجر مهم بس مش باهميه البشر. صحيح. يعني اذا ما لقينا اكيد ما حنضلنا قاعدين محلنا، ما حدا نقدر نقول، هيدا اهم شيء، هون الخوف الكبير بنيسان تنقلنا على المستشفى الجديد. نعم. هيدا الخوف الكبير. نعم. اللي قلتيه كثير مهم، بدي اقول لكل يعني الصبايا والشباب الممرضين والممرضات يعني بيقدروا يقدموا يحكوا يعملوا فورماسيون بمستشفى بيروت الحكومي الكارنتينا، خصوصا مثل ما كنت عم بتقولي دكتور صليبة هالنقطة المهمة انه نحن عم نبني حجر كبير واسع ليستقبل مرضى، بس مين بيحكم هالمرضى؟ مين بيهتم فيهم؟ نحن عنا نقص بالطاقم البشري التمريضي يلي للأسف عم بيغادر لبنان.
مضبوط، التمريض والاطباء، ما بدنا ننسى الاطباء كمان. صحيح. اطباء مهمين وجودهم، لانه كمان ما فيك تحكمي بلا طبيب. طبعا طبعا. ما بعرف شو بدي اقول لك دكتوره كارين صليبه، يعني شكرا لهالاطلاله اللي بعرف فيها وجع كثير، يعني عم بتحطي اصبعك على الجرح. ان شاء الله كل الاطفال بيصيروا منيح، وان شاء الله وطننا كله بيصير منيح، وطننا كله مريض. دخيلك رحنا وبتقطع علينا كلنا ان شاء الله، ان شاء الله منير قديم اذا الله بيريد. ان شاء الله مثل ما قلت تصير ذكريات قديمه. ايه والله ان شاء الله. شكرا دكتورة كارين صليبة، مدير عام مستشفى بيروت الجامعي الحكومي بالكارنتينا، على هالإطلالة. الله يقويكم يعطيكم العافية. يعني ما بعرف شو بينقال مع الكلام يلي سمعناه، قديش حقيقي، قديه واقعي، قدي في نقص اليوم بالكوادر البشرية الطبية لمعالجة المرضى. المستشفيات مليانة، في نقص بالأدوية، نقص بالمستلزمات الطبية. بدنا ندفع بالدولار ونحن بنقبض باللبناني. الدعم عم بيكون يمكن مثل ما قالت الدكتورة صليبة، عم بيكون نوع من دعم مساعدات، بس ما في خطة لحتى نبني عليها للمستقبل نتفائل. لحد هلأ الأجواء قاتمة، خايفين مثل ما قالت هي من يوم نوصل لإله وما يكون عندنا ممرضين، ما يكون عندنا أطباء عم بيعالجوا. بشكر متابعتكم مشاهدينا لحلقة اليوم من صباح اليوم. نلتقى أكيد بكرة بإذن الله بعد البريك، رح تكونوا مع موجز الأخبار.